يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. في الحقيقة احنا في هذه اللحظات معاكم في تغطية خاصة جدا وهامة للغاية لزيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمقر نادي الاتحاد السكندري، طبعا هذا النادي العريق بالاسكندرية، وده طبعا بعد تلبيه دعوة الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد واللي وجهها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وفي الحقيقة النهاردة زيارة لليوم الثاني على التوالي بعد ما كان في زيارة بالأمس من الكابتن محمود الخطيب أيضا اللي لبى دعوة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أيضا نادي من الأندية الكبيرة والمهمة واللي بقى ليها دور كبير جدا في الرياضة المصرية وتحديد كمان في كرة القدم. فبالتالي زيارات كلها غاية في الأهمية، وهو ده الهدف الأساسي من الرياضة، إن دايما يكون في تعاون مثمر ما بين مختلف الأندية المصرية علشان مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام. قيمة كبيرة زي الأستاذ محمد مصلحي يوجه دعوة لقيمة كبيرة رياضية كابتن محمود الخطيب بما إنه رئيس النادي الأهلي، وبخلاف ذلك كمان هو أحد أساطير اللعبة وبالتحديد كرة القدم في مصر، ومش في مصر بس، لا ده كمان في أفريقيا. فبالتالي التواصل وتبادل الزيارات ده أمر غاية في الأهمية، والهدف الأساسي والرئيسي من خلاله هو التعاون الدائم بين الأندية. امبارح شفنا طبعا وتابعنا زيارة الكابتن محمود الخطيب لمقر نادي سموحة وتلبية دعوة المهندس فرج عامر، وكان في كلام وأحاديث كتير جدا، وكلمة من الكابتن محمود الخطيب وكلمة أيضا من المهندس فرج عامر، وده إن دل يدل على مدى قوة العلاقة التاريخية بين النادي الأهلي والأندية المصرية المختلفة. لو بنتكلم على امبارح طبعا بداية كانت علاقة النادي الأهلي وكمان نادي سموحة هي علاقة مميزة من ساعة ما ظهر فريق سموحة في الدوري الممتاز، ومن قبل كده كمان دايما النادي الأهلي بيكون حريص أشد الحرص على التواصل مع الأندية المصرية المختلفة وعلى أن يكون العلاقة دايما مميزة، زي ما هنشوف كمان النهاردة الزيارة المهمة جدا للكابتن محمود الخطيب أيضا بعد تلبية دعوة الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. وهنا يبين قد إيه أهمية الرياضة والهدف الأسمى من الرياضة هو دايما التقارب، ودي حاجة احنا ممكن نكون افتقدناها على مدار فترات كبيرة جدا سابقة بسبب ظروف مختلفة، بسبب مشاكل في الوسط الرياضي بشكل كبير، لكن حلوة قوي قوي ان الامور دي والزيارات دي والحب والتعاون يظهر مرة اخرى خلال الفترة الحالية، في فترة هي غاية في الاهمية بالنسبة لجمهورية مصر العربية في اطار السعي للتنمية في مختلف المجالات. فبالتالي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة دي طبعا كانت بخصوص زيارة الكابتن محمود الخطيب بالامس لمقر نادي سموحة، وفي الحقيقة كان استقبال اكثر من حافل، وده أمر مش غريب على المهندس فرج عامر، هذه الشخصية المميزة جدا، الشخصية الرياضية المؤثرة كمان في الوسط الرياضي، راجل بيتمتع بخبرات إدارية كبيرة، وبنشوف نتيجة هذه الخبرات في التطور الدائم في مختلف الأصعدة لنادي سموحة سواء على المستوى الإنشائي أو حتى على المستوى الاجتماعي وكمان على المستوى الرياضي. كان في تبادل طبعا للأعلام وأيضا للدروع الخاصة بكل نادي سواء الأهلي أو سموحة، ويعني لقطات يسودها الود والحب المتبادل. احنا عارفين ان في علاقه صداقه قويه جدا ما بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس فرج عامر، لكن في الحقيقه الزياره كانت على المستوى الرسمي بخلاف علاقه الصداقه. الصداقه امر مهم جدا، ويبقى في علاقات كويسه حتى خارج الجانب الرياضي ما بين رؤساء الانديه، لكن الاهم دايما واللي بيبقى دايما فيه مننا اهتمام ونظره ومتابعه بشكل قوي هو الجانب الرياضي والعلاقات اللي بتكون على المستوى الرسمي. الحاجات دي واللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي هي لقطات مهمة قوي، ولقطات تبين قد إيه مدى حرص النادي الأهلي على العلاقات وعلى إن تكون العلاقة ما بين النادي الأهلي ومختلف الأندية بشكل جيد، وأيضا بتدل في الحقيقة على مدى حرص المهندس فرج عامر انه يعني يوجه الدعوه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وانه يكون في هذه الزياره المهمه. وفي الحقيقه الكابتن محمود الخطيب قام بتلبيه الدعوه
سواء بالامس او حتى خلال لحظات بعد شويه هنشوف تلبيته لدعوه الاتحاد السكندري الاستاذ محمد مصلحي. الناس وجهوا له الدعوه فبالتالي كان حريص جدا ان هو يلبي الدعوات دي. طيب في هذه اللحظات زي ما احنا شايفين كده وصول الكابتن محمود الخطيب لمقر نادي الاتحاد السكندري، وطبعا في تواجد رئيس نادي الاتحاد طبعا الاستاذ محمد مصلحي، وفي الحقيقه شخصيه عظيمه جدا الاستاذ محمد مصلحي، بيقوم بمجهود اكثر من رائع مع نادي الاتحاد، ودايما بصراحه يعني الواحد بيبقى مايل قوي للانديه الجماهيريه وبيبقى حاببها جدا لان هي انديه اصحاب تاريخ كبير قوي قوي. بنشوف كمان بعض الجماهير اللي تلتقط صور تذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي. لقطات كلها في الحقيقه لقطات تاريخيه ولقطات بتدل على مدى العلاقات المميزة والتعاون المميز بين الأندية المصرية، وإحنا في الحقيقة بالتحديد دلوقتي بنتكلم على طبعا ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، اثنين من الأندية العريقة جدا جدا في القارة الأفريقية مش بس في مصر. فبالتالي ده أمر غاية في الأهمية وأمر يدعو للتفاؤل للمرحلة المقبلة تحديدا في الرياضة المصرية. دايما لازم يكون في علاقات ود ويكون في علاقات تعاون بين مختلف الأندية، لأن يا جماعة الهدف الأسمى من الرياضة دايما إنك تتقارب ويبقى في علاقات ممتازة ومميزة بين مختلف الأندية. ليه؟ لأن كل ده بيصب في مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام. لما نشوف اتنين بالقامات الكبيرة دي وبالشخصيات المميزة دي، سواء الكابتن محمود الخطيب كقيمة رياضية كبيرة وأيضا الأستاذ محمد مصلحي كقيمة رياضية كبيرة، اللقطات دي أكيد بيبقى ليها رد فعل إيجابي، وده مطلوب قوي قوي عند جمهور الفرقتين. احنا عارفين يعني جمهور النادي الأهلي جمهور كبير في كل مكان، كمان جمهور نادي الاتحاد السكندري جمهور كبير وعريق، فلما يشوفوا التواصل ده ولما يشوفوا الزياره دي من الكابتن محمود الخطيب للاتحاد السكندري اكيد بيبقى في رد فعل ايجابي، واكيد يعني بيبقى في تواجد للروح الرياضيه بشكل عام، وبيدي انطباع ايجابي عند جمهور الفرقتين وجمهور الكره المصريه. وطبعا اللقطات دي بتنبذ التعصب، وده امر مؤكد وامر مطلوب قوي قوي خلال المرحلة المقبلة، لأن زي ما احنا اتكلمنا وهنتكلم ونعيد تاني إن الأهم هو دايما رفعة الرياضة المصرية وتطور الرياضة المصرية، وبنشوف مجهود كبير جدا في الحقيقة من الدولة في هذا الجانب تحديدا وفي كل المجالات بكل تأكيد. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها معانا دي يعني احنا بنعيش حضراتكم لحظة بلحظة في هذه اللقطات الحصرية لزيارة الكابتن محمود الخطيب، هذه الزيارة التاريخية للاتحاد السكندري ومقر هذا النادي العريق، وجمهور طبعا الاسكندرية أكيد فرحان بهذه الزيارة زي ما أكيد جمهور النادي الأهلي فرحان بهذه الزيارة وهذه العلاقات المميزة. الكابتن محمود الخطيب بما انه قيمه رياضيه كبيره وبما انه يعني رئيس اكبر نادي في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا، طبعا بيكون ليه دور وعليه واجب كبير على توطيد هذه العلاقات واهميه الاهتمام بهذه الجوانب. وفي الحقيقه الراجل ما بيتاخرش تماما في مثل هذه الامور، اي دعوه بتجيله بيلبي، وبنشوف مواقف كتير حصلت على مدار الفترات اللي فاتت وعلى مدار سنين كتير جدا سابقه، سواء لما كان الكابتن محمود الخطيب موجود كنائب رئيس النادي الاهلي او حتى كرئيس النادي الاهلي، او بالمناسبه مش بس الكابتن محمود الخطيب، لا مختلف مجالس الادارات على مدار تاريخ النادي الاهلي، لان النادي الاهلي نادي هدفه دايما وطني وهدفه دايما هو يعني التواصل و العلاقات الجيدة بين الجميع، لأن دور النادي الأهلي مش بس إن هو بيحافظ على مبادئه، ده أمر معروف ومفروغ منه، لكن دايما دور النادي الأهلي هو في كيفية يعني تطوير الرياضة المصرية وكيفية إيجاد علاقات جيدة بين كل الأندية المصرية. ففي الحقيقة دي لقطات مهمة ولقطات تاريخية، احنا لسه طبعا مع حضراتكم لحظة بلحظة، وكل كبيرة وصغيرة بتتعلق بهذه الرياضة هتكون معاكم من خلال شاشة قناة الأهلي ومن خلال هذه التغطية الخاصة اللي حضراتكم بتتابعونا من خلالها في هذه اللحظات. لكن أنا عايز أفكركم شوية، لو اللقطات جاهزة معانا يا جماعة بتاعة مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج لشبونة في المئوية الخاصة بفريق الاتحاد،
وكان تم توجيه الدعوة للكابتن محمود الخطيب لحضور هذه المباراة التاريخية. طيب قبل ما نشوف اللقطات برضو لازم نخلينا مع حضراتكم في كل تحركات رئيسي ناديي الأهلي والاتحاد السكندري الكابتن محمود الخطيب والكابتن أو الأستاذ محمد مسلحي، وده أمر مهم لأن في الحقيقة كمان إحنا واضح إن في اللقطات اللي كنا شايفينها دلوقتي تفقد من الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري. هذه طبعا هي اللقطات التي تحدثت عنها منذ قليل واللي بتتعلق بتلبية أيضا الكابتن محمود الخطيب لدعوة تم توجيهها في هذا التوقيت لشخصه لحضور طبعا مأوية الاتحاد السكندري، وهذه المباراة التاريخية ما بين الاتحاد وسبورتنج لشبونة في مأوية فريق كبير وعريق زي فريق الاتحاد السكندري. وبرضه ما بيتأخرش في الحقيقة الكابتن محمود الخطيب، هنا كان بيحضر بصفته أحد أساطير الكرة المصرية على مدار تاريخ وأكثر لاعب يعتبر موهوب في هذه اللعبة داخل مصر، وبما أنه أحد نجوم النادي الأهلي ونشوف كل اللاعبين عارفين قيمة الكابتن محمود الخطيب وعارفين مدى أهمية هذه الشخصية ومدى تواضعها كمان، لأن ده أمر مهم جدا. طبعا لقطات مهارية منه دي حاجة يعني الناس متعودة عليها، بالتحديد الأجيال اللي قبلينا، احنا يعني كان حظنا سيء ان احنا ما يعني ما وعيناش على الكابتن محمود الخطيب وهو بيلعب، لكن بنشوف اللقطات والمهارات بتاعته. لكن طبعا اللقطة اللي جاية دي كمان وهي بتتعلق بهتاف جماهير الاتحاد السكندري للكابتن محمود الخطيب، وان هو الراجل كمان راح لبى هذه الهتافات ووجه التحية لجمهور الاتحاد السكندري. ده ان ده اللي يدل على ايه، وانا بذيع اللقطات دي تحديدا ليه عشان اقول ان دايما العلاقات ما بين الاهلي والاتحاد السكندري هي علاقات تاريخية، مش بس وليدة اللحظة ولا مش بس كمان بسبب زيارة النهاردة، لا طبعا علاقات ممتدة سواء على مدار سنوات عديدة سابقة أو بإذن الله كمان على مدار سنوات عديدة مقبلة، وده شيء مهم جدا ودايما بيكون حريص عليه أشد الحرص رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. لو نرجع كمان للقطات تفقد الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري بصحبة طبعا الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، ويعني الراجل الحريص إن هو يعني يوري الكابتن محمود الخطيب كل الأمور اللي بتتعلق بالاتحاد وكل الجوانب اللي بتتعلق بمقر الاتحاد السكندري زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. وفي الحقيقة أيضا بصراحة مجهود كبير قوي بيبذل من الأستاذ محمد مصلحي رئيس هذا النادي الكبير والعريق والشعب في الإسكندرية وصاحب الشعبية الكبيرة جدا في إسكندرية وفي مصر بشكل كامل، بيقوم بمجهودات كبيرة جدا الأستاذ محمد مصلحي، وشوفنا قد إيه هو طور من شكل الاتحاد السكندري، واضح في اللقطات اللي احنا شفناها دلوقتي على مختلف الجوانب سواء الجوانب الاجتماعيه وكمان الانشائيه، واضح ان في امور تم تطويرها بشكل كبير جدا في مقر الاتحاد السكندري بخلاف فريق كره القدم والفرق المختلفه. بنشوف دايما الاتحاد السكندري في مختلف الالعاب ما شاء الله يعني فرقه تقيله قوي وبتنافس بمنتهى القوه على مختلف البطولات. في كره القدم بنشوف فريق الاتحاد بيمتلك فريق مميز جدا هذا الموسم تحديدا في بطوله الدوري، وايضا عنده جهاز فني مميز يعني بقياده الكابتن حسام حسن. فدايما كمصريين وكجمهور للكره المصريه بنبقى بنتمنى ان كل الانديه تتطور بالشكل ايجابي وتكون المنافسه بس في ارض الملعب وتكون منافسه شريفه كما هو المعتاد وكما هو هدف الرياضه بالشكل عام. طيب لو هنكمل طبعا هذه اللقطات ونشوف كل ما يتعلق بهذه الزياره، ولسه عندنا كواليس كتير جدا، عندنا لقاءات مهمه بالمناسبه بعد قليل هيكون معايا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير هذه القيمه والقامه، وهنتكلم معاه في امور عده بخصوص الرياضه المصريه بشكل عام وبخصوص هذه الزيارات. احنا شايفين هنا جانب من الجوانب الانشائيه الخاصه بالاتحاد السكندري واللي بيشوفها وبيتابعها الكابتن محمود الخطيب من خلال الاستاذ محمد مصلحي. اللقطات في الحقيقه كلها مهمة ولقطات يعني تدل على مدى العلاقات القوية والوطيدة بين الناديين، وده أمر مهم ومميز. لكن في كل الأحوال في كواليس كتير جدا، هيكون عندنا تواصل كمان مع زميلنا من هناك في اسكندرية وبالتحديد في مقر الاتحاد الاسكندري عشان يقولوا لنا بقى على كل الكواليس اللي ممكن
الكاميرا ما تكونش جابتها، وعشان يتكلموا معانا في كل التفاصيل اللي تتعلق بهذه الزيارة. لو كابتن محمود الخطيب لبى بالأمس دعوة المهندس فرج عامر ونادي سموحة، وشفنا مظهر أكثر من رائع وحضاري جدا جدا في هذه الزيارة، فهو كمان النهاردة بيلبي دعوة الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، وده دور مهم جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب في تلبية هذه الدعوات. طيب، بما ان الزياره النهارده مهمه وواضح ان في ترحاب كبير جدا جدا من اعضاء نادي الاتحاد السكندري وايضا من جمهور نادي الاتحاد السكندري بالكابتن محمود الخطيب، لكن اسمحوا لي ان انا برضو اعيش حضراتكم في اجواء الامس والزياره اللي كانت لمقر الاتحاد السكندري، او عفوا النهارده الاتحاد السكندري، امبارح كانت زياره لمقر سموحه. عايزين نشوف بعض اللقطات بعد اذنك يا سمير لو تقدر تعرضها لنا، لان اللقطات دي كمان مهمه ولازم يعني نتكلم باستفاضه عن زياره الامس لنادي سموحه. مش بس انت بتهتم بانك تلبي دعوات الانديه الجماهيريه، لا ده امر مهم طبعا، لكن انت بتبقى مهتم انك تلبي دعوات حتى الانديه اللي ملهاش يعني جماهير وشعبيه بشكل كبير. فبعد قليل ممكن ابقى اعرض لكم هذه اللقطات، لكن احنا خلينا في اللي بنشوفه دلوقتي على ارض الواقع، وهي زياره الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري، وتاكيد على هذه العلاقات المميزه جدا ما بين الناديين، واللي باذن الله تمتد طويلا طويلا خلال الفتره المقبله. ممكن البعض يسال يقول لك ايه اسباب يعني الزياره المفاجاه دي ولا حاجه؟ ما فيش زياره مفاجاه ولا حاجه، هي كلها امور كانت مرتبه، وكان في دعوه وجهت من الاستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري للكابتن محمود الخطيب، وتم تلبيه هذه الدعوه. طيب، ايه اللي هينتج عنها؟ اللي هينتج عنها تعاون في مختلف الاصعده في الحقيقه بين الناديين، ولما يكون في تعاون بين انديه كبيره بحجم الاهلي والاتحاد السكندري اكيد الناديين هيكونوا مستفيدين جدا. البعض بيحاول يربط ما بين الزيارات دي وبعض الصفقات وبعض الامور، الكلام ده مش مطروح اساسا، يعني دي كلها امور بتتعلق بتوقيتها وبتتعلق بجوانب تفاوضيه، كل نادي بيحاول يشوف مصلحته ايه وياخد قراراته، لكن ملهاش اي علاقه بتواجد اللاعبين او اي حاجه، لان بخلاف الزيارات دي وقبلها كان دايما في تواصل بين النادي الاهلي ومختلف الانديه. لكن الزيارات دي هدفها والواضح جدا جدا ان هو يكون في اكتمال للتعاون ما بين النادي الاهلي ومختلف الانديه، وده امر احنا بنلمسه في الحقيقه في هذه اللحظات، وامر غايه في الاهميه ويعني ايجابي بشكل كبير في صالح الرياضه المصريه. فبالتالي اكيد بنتمنى كل التوفيق للناديين الكبار، النادي الاهلي طبعا بما اننا ناس اهلاويه وناس بنتابع النادي الاهلي دايما مننا بنتكلم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لكن بما ان في دور مهم جدا للنادي الاهلي وهو في كيفيه التعاون ومساعده الانديه الاخرى، فاكيد بنتمنى ايضا كل التوفيق لنادي الاتحاد السكندري في مسيرته في مختلف الاصعده. في هذه اللحظات الكابتن محمود الخطيب يتواجد في مقر الاتحاد السكندري في احدى الغرف داخل مقر هذا النادي الكبير، واكيد هيكون في حديث مطول ما بين رؤساء الانديه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي، واكيد هيكون في تبادل للصور التذكاريه وايضا للدروع والاعلام اللي بتتعلق بكل نادي. وبصراحه يعني الواحد بيفرح قوي لما يشوف لقطات زي دي، لان للاسف في بعض من الرياضيين او بعض من جماهير الانديه الرياضيه المختلفه خدت انطباع ان دايما الرياضه بقى فيها مناوشات ومشاكل ويعني تراشق وكلام من ده، وده مش هدف الرياضه اساسا في الحقيقه. يعني هدف الرياضه اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي ان دايما يكون في تقارب، ان دايما يكون في تواصل ما بين الانديه، ان يتم نبذ التعصب، وده الاطار اللي ماشيه فيه الدوله في الحقيقه خلال الفتره الحاليه، واللي هتمشي فيه الدوله خلال الفتره المقبله، وده اللي احنا دايما بنتمنى نشوفه في ملاعبنا المصريه، في الزيارات المختلفه، في العلاقات القويه والتعاون الكامل ما بين مختلف الانديه في الحقيقه. وكابتن محمود الخطيب حريص على تلبيه اي دعوه يتم توجيهها لشخصه بما انه رئيس النادي الاهلي، وبما انه ايضا اسطوره رياضيه كبيره، وهو حريص اشد الحرص على تلبيه هذه الدعوات. ففي كل الاحوال لقطات مفرحه جدا ولقطات مميزه جدا، وزيارات
مهمة للغاية في إطار طبعا التعاون المستمر ما بين النادي الأهلي ومختلف الأندية. هسيبكم بقى مع بعض اللقطات اللي بتتعلق بهذه الزيارة المهمة، وبعديها هروح لفاصل، وبعد الفاصل هينضم لي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري عشان نتكلم معاه في عدة ملفات مهمة. استنوني. اهلا بحضراتكم من جديد. في هذه اللحظات بينضم لي قيمه صحفيه كبيره وقيمه اعلاميه كبيره، هو الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير مدير تحرير الاهرام ورئيس القسم الرياضي. يا استاذ محمود منورنا.
انت اللي منور الدنيا. اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك كله تمام؟ تمام الحمد لله. يعني النهارده حدث مهم جدا هو زياره الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري، وكان امبارح برضو في زياره من الكابتن محمود الخطيب لمقر نادي سموحه بعد تلبيه دعوات كل من المهندس فرج عامر وايضا الاستاذ محمد مسلحي. عايز اتكلم مع حضرتك بخصوص مدى اهميه هذه الزيارات ومدى اهميه التعاون الواضح جدا هيكون موجود بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، وأيضا استكمال لهذا التعاون على مدار فترات كبيرة جدا تاريخية ما بين هذه الأندية سواء الأهلي وسموحة والاتحاد. رأي حضرتك؟ لا طبعا، هو على الصعيد العام من وجهة نظري دي ده دور النادي الأهلي، دور النادي الأهلي هو أبو الأندية. يعني أبو الأندية والكبير سواء في على صعيد الأندية المصرية أو حتى على صعيد الأندية القارة الأفريقية. يعني الأهلي قيمة وكيان كبير جدا، الكلام ده ما جاش من فراغ، ده نتيجة عمل وجهد سنوات ومجالس إدارة مختلفة. اللي بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب ده شيء مهم من وجهة نظري، إنه الأهلي تأخر فيه كثيرا في السنوات الماضية. العلاقة مع الأندية، الترابط مع الأندية، كثيرا من الأمور دي ممكن تحل من خلال تبادل الأفكار والرؤى وتبادل اللعيبة وصفقات على المستوى الصعيد. ده المنظور الضيق اللي احنا ممكن نبص، لكن المنظور الأكبر هو إزالة إذا كان هناك مساحات من التوتر، إزالة سوء تفاهم، لكن وفتح صفحات جديدة لربط العلاقات الأقوى ورسالة للجماهير، لأنه التعصب غير باقي وغير موجود، ولابد أن تكون العلاقة هي أنه الرياضة قائمة على المنافسة فائز وخاسر، وتنتهي بنهاية أي مباراة، وعلى الجميع أن يتحلى بالأخلاق الرياضية. خطوة مهمة جدا كابتن محمود، أتمنى كمان أنه هو لا تقف عند سموحة ونادي الاتحاد، واعتقد انه برضه هيكمل برضه في ممكن النادي الاولمبي وفي انديه ثانيه على مستوى الهدف الاشمل والاعم اللي هو بيودي القيمه الحقيقيه للاهلي وعلاقته. والاهلي محتاج انه العلاقات، عندما حاول البعض ان يصور ان العلاقات غير يعني موجوده بين الاهلي وبين مختلف الانديه، الكلام ده مش موجود. الاهلي ده علاقاته مرتبطه، ممكن تشهد بعض التوترات، لكن بصوره باخرى هناك احترام للجميع، هناك علاقات جيده. الخطوات اللي زي دي بتبقى مهمه جدا، رسائل للجماهير، تعاون اكبر، مساحات افضل، البحث عن ترتيب امور وقضايا تهم الرياضه المصريه. ده لن ياتي من فرد، لازم ياتي من مجموعه، وانك انت تمتلك معها علاقات وادوات حوار. فخطوه مهمه جدا، بدايه جيده يعني للمجلس الاداره الحالي. اتمنى انها تكتمل بان هي تحوز اكبر عدد من الزيارات في الفتره اللي جايه، ما تتوقفش عند الاسكندريه. اسكندريه المدينه الثانيه والعاصمه الصينيه المصريه، كبيره، فيها قيمه الاتحاد صاحب الشعبيه الاولى في الاسكندريه، نادي سموحه بصراحه يعني فرج عامر عمل نهضه كبيره جدا وحط الفريق بشكل او باخر، لو تذكرنا بداياته الجيده كان منافس قوي على الدوري وعلى الكاس، عمل شكل كويس جدا في موسم المواسم كان قريب من طبعا الاولمبي. طبعا من الانديه الشعبيه العريقه اللي هي كمان ليها تاريخ، لما يجي نتكلم حتى على تاريخنا الاولمبي لابد ان يذكر نادي الاولمبي الاسكندري، وحتى على فرق الكوره كان لها صولات وجولات في فترات. البدايه من الاسكندريه خطوه جيده، اتمنى انها تكتمل يعني لزياده مساحه التعاون، لزياده في مناطق محتاجه ان احنا نكسر فيها من يسوق للعصبيه للتعصب الذي يطل علينا براسه بين الفينة والاخرى. اتمنى اشوف الكلام ده في النادي الاسماعيلي. ونادي الاسماعيلي، النادي الاهلي قبل كده عمل زياره كبيره جدا للنادي الاسماعيلي من سنوات، بس من اكثر من 15 سنه بالزبط. وكان فيها كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب، وكان الزياره كبيره جدا وكان لها مردود فعل طيب جدا على فكره. ايضا لابد من وجهه نظري مسألة حتى اللي حصل من بورسعيد، رغم أنها قضية شائكة، لكن أعتقد أنه لن يبقى الحال ويستمر، لابد أنها البحث عن حلول جذرية. أكيد كل شيء في حين ويعني. مش في حين، لكن بحث عن حلول يعني مستقبلا، لأنه مش من الصالح أن يستمر الأمر إلى هذه الدرجة. فكثير من المواقف برضو، كثير من الأندية والدولة تعرضت لمواقف زي دي بالزبط. لكن علينا أن احنا نسمو ونرقى، والرياضة وما حدث لن ينساه أحد، ولكن أعتقد العلاقات هي لا تبقى إذا كانت هناك النوايا خالصة لفتح صفحات جديدة. خليني بس أكد أستاذ محمود على جزئية مهمة جدا، أن زيارة الكابتن محمود الخطيب لسموحة امبارح والاتحاد النهاردة دي جاية بعد تلبية أو بعد توجيه دعوة من رؤساء الأندية دي للكابتن محمود الخطيب، فبالتالي هو لبى هذه الدعوة. الكابتن محمود الخطيب أكيد لو جاله أي دعوة من أندية إسكندرية سواء سبورتنج أو الأولمبي، طبعا أندية كبيرة، أولمبي نادي
نادي عريق اكيد هيكون متواجد مش هيتاخر لحظه. فيما كمان يتعلق بنادي الاسماعيلي شفنا من شهر او شهر ونص تقريبا زياره طبعا كابتن علي ابو جريش للنادي الاهلي وان العلاقات بقت مميزه وقويه جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي وكان الكابتن محمود الخطيب حريص على ان هو يتعاون مع الاسماعيلي في ظل الازمه الحاليه اللي اكيد بنتمنى له كلنا بما انه نادي كبير وصاحب تاريخ عظيم في الكره المصريه ان هو يخرج منها باذن الله على خير. فده امر مهم جدا ان التعاون ونيه التعاون لوحدها دي موجوده مع مختلف الانديه هي دي بدايه الدعوات دي هي بدايه الخطوه يعني بدايه الخطوه انك انت ككبير للانديه انك انت تحتوي بعلاقاتك. المنافسات في الملعب خلاص دي اصل منافسات علينا احنا نحترمها بتنتهي بنهايه صافره الحكم لكن العلاقات هي التي يعني تبقى دائما وتظل راسخه في وجدان كل الجماهير والعلاقه الاكبر لانه عندما تكون هناك علاقه قويه ومحترمه بين مجالس ادارات الانديه ده ينصب وينعكس على ردود فعل الجماهير رغم انه ما عندناش جماهير في الملعب لكن هناك الجماهير اللي هي بتتابع على السوشيال ميديا واعتقد لابد ان احنا تعبنا من ونال منا يعني الجهد بسبب ان احنا سقطنا بعض الاحيان لتصرفات غير مسؤوله تسبب فيها الاخر حتى لو كانت هذه الدعوات فانا اراها فرصه كبيره جدا من كابتن محمود الخطيب انه مد اليد بالتعاون ده خطوه مهمه جدا انه يحتوي هذه الخطوه تحتوي الكثير من الانديه اعتقد هيبقى لها مردود فعل كبير جدا انك انت حتى مثل هذه اللقاءات ستكون يعني نقاش لمشاكل الرياضه المصريه بصفه عامه تبادل الاراء وجهات النظر الاستماع ليها كل ده الكلام ده بيؤدي الى مرحله من الهدوء اللي احنا نتطلبها التركيز على الايجابيات افضل النظر للسلبيات شيء مخطئ وتكرارها بصوره او باخرى لابد يكون طرح لحجم العلاقات وانه في مصالح بترتبط بها الانديه مع بعض فاعتقد انه دي خطوه مهمه جدا على الرغم ان هم جايين عن دعوات من رؤساء الانديه واعتقد انه يعني النادي الاهلي بامكانه يدعو كثير من الانديه ويلتقي بها ويتشاور ويبحث لانه انت كمان مقبل على مرحله اعتقد تكون محل نقاش حتى على صعيد دوري كره القدم انه انا الان لتكوين رابطه المحترفين ودوري وبطوله منفصله قويه لن تتاتى الا من خلال الانديه وعلاقات جيده مع ادارات هذه الانديه. طيب انا عايز اسال حضرتك بخصوص الناتج اللي ممكن نشوفه من هذه الزيارات واللي يكون في صالح الرياضه المصريه من وجهه نظرك ممكن يكون ايه يعني؟ لا الناتج ما هو الناتج انت لما تفتح مجالات حتى على صعيد مثلا علاقه النادي الاهلي بانديه الاسكندريه في مساحه تبادل تبادل حتى يعني اللعيبه والكلام ده على مستوى الكوره على الباسكت ممكن نبقى في الفولي يمكن في العاب اخرى ايضا لما تفتح كمان المساحه وتخرج من دائره الاسكندريه وتذهب الى انديه اخرى العلاقات بتبقى يعني بصوره او بافضل شيء ايجابي بالنسبه لك ايضا بيقضي على ما عاوز اقول حاجات ترسخت في مفاهيم البعض احنا عارفينها كويس جدا محتاجه انك انت بتقدم رساله جديده انه زي ما انا بقول لك وبعدها لك تاني ان المنافسه في الملعب ولا توجد منافسه خارج الملعب فعلى ان تكون العلاقه خارج الملعب اقوى وافضل وانه احترام الاخر ده شيء مهم جدا وعلينا نتغلب على المعادله الصفريه، المعادله الصفريه يعني اللي هو انا يعني انت لا علينا جميعا نتعايش وكل نادي وكل فريق يبحث عن بطولاته بشكل مختلف، لكن لما تبقى هذه العلاقه تستطيع ان يعني يكون هناك لغه حوار لصالح الكره المصريه لتطوير الكره المصريه لابد من وقفه لاخذ قرار مهم جدا طبقا للائحه الجديده اللي هو تكوين رابطه الانديه المحترفه هذا الامر يتاتى من لغه التفاهم بين جميع رؤساء الانديه ال 18 نادي خلاص واحتواء وجهات النظر المختلفه ودراستها بشكل او اكثر ده مش هيتم كده في الغرف المغلقه بس يا امير صح. انت برضه لما تبقى الزيارات وكابتن محمود الخطيب يلتقي مع الاستاذ محمد مصلح هو راجل محترم جدا على فكره ومن رؤساء الانديه المميزين بامانه شديده طبعا مع الاستاذ طارق عامر في النادي الاسماعيلي باقي الانديه نادي المقاصه نادي اسوان على فكره لما تبقى هذا الكلام الحاجات دي وفي هذه اللقاءات تسقط كثير وتتوارى كثير من السلبيات وتظهر الايجابيات بشكل او اكثر. الكره المصريه دفعت كثير من الامور اللي احنا عشناها اللي هو الخروج عن النص يعني عايز اقول لك ايه التعصب الذي زاد بشكل وطلع بوجهه القبيح علينا في الثلاث سنين اللي فاتوا عارفين السبب كانت نتيجه ايه اللي حصل ايه لكن عايز اقول لك ايه الوضع دلوقتي الامور اكثر ايه؟ هدوء الامور اكثر هدوءا الامور اكثر ايجابيه فتح صفحات هي صفحات موجوده مش مقفوله بس ايه تجديد العلاقات الزيارات
التبادل والاستماع ده شيء مهم جدا. في امور ممكن محدش يعرفها لكن نتيجتها مش هتظهر دلوقتي، هتظهر بقى قدام ان شاء الله. هو في الحقيقه هو ده الهدف الاساسي من الرياضه يا استاذ محمود، لان في الحقيقه في ناس كتير جدا ضلت الطريق بخصوص الهدف الاسمى من الرياضه ايه هو. احنا بنشوف دلوقتي لقطات وبنشوف علاقات مميزه ما بين رؤساء الانديه، ده دايما بيكون في صالح الرياضه المصريه بشكل عام، وهو ده الهدف الاسمى من الرياضه. لا لا، هو عاوز اقول لحضرتك على حاجه برضو، انه البعض حاول ان يشوه صوره الاهلي ويصوره في صوره الاناني المنفرد الراغب في السيطره على كل شيء، وانه ليس له علاقه مع احد، وهذا الامر غير موجود على الاطلاق. واعتقد مثل هذه الخطوات بتبقى رساله مهمه جدا على التفاهم والتعاون من الاهلي مع كافه الانديه. لو قعدنا نكتب ونقول هنقول كلام كتير جدا، لكن عاوز اقول هذه الخطوه رد على كثير من الامور التي تم يعني اشاعتها في الفترات السابقه، خطوه اتمنى انها تكتمل. يعني اتمنى انه الكابتن محمد الخطيب يواصل لهذه الرحله بالتعاون مع زملائه في رؤساء الانديه المختلفين لتقارب مهم جدا وتواصل مهم جدا في المرحله المقبله، لانه ده هيصب في صالح مش كره القدم بس، لا ده كافه الالعاب، ويصب كمان في العلاقات اصلا بين الاهلي وبين هذه الانديه، وان الاهلي دائما يستطيع ان يحتوي الجميع ويستطيع ان يمد يده ويستطيع ان يساعد وان يقدم وجهات النظر التي تخدم الجميع وليس تخدم الاهلي. فعلا بالظبط كده ان شاء الله، وهي دي الصوره الحقيقيه. يعني ما هي دي الصوره الحقيقيه عشان تبقى بس الناس يقول البعض فعلا يحاول يشوه صوره النادي الاهلي وعلاقاته بالانديه طبعاً من خلال مواقف يعني ليس لها اي اساس من الصحه، وده امر مهم. انا بالتالي في الحقيقه استاذ محمود امبارح يعني استوقفني تصريح من المهندس فرج عامر، وهو بخصوص النادي الاهلي وخصوص الكابتن محمود الخطيب واستطاعته الحفاظ على مبادئ النادي الاهلي في فترات صعبه جدا جدا ومغريات كانت عديده وكلام كتير جدا بخصوص النادي الاهلي. هل فعلا الكابتن محمود الخطيب نجح في الحفاظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ طبعا ما كلمه قيم مبادئ النادي الاهلي بتضايق البعض. بتضايق البعض بس ده امر واقع. لا هو بتضايق ليه؟ بتضايق البعض يعني وبتخليهم يعني يقعدوا ويحولوها الى سخريه، وهم لان هم للاسف ما عاشوش داخل النادي او ما شافوهاش او ممكن يعني انتمائهم بشكل او باخر ما شافش هو عنده الملمح اللي هو شافه. لو جيت احد اكلمك على المبادئ والقيم في الاهلي هنكتب فيها تاريخ برضه زي ما نقول. وبص انت على موقف النادي الاهلي قد ايه، النادي الاهلي مثلا تحمل من اجل الحفاظ على المبادئ اللي هو ماشي عليها في قراره مع عبد الله السعيد. كان قرار قاسي جدا رغم غضب كبيره جدا لكن بعض الجماهير، لكن في قراره الناس في جماهير اخرى تفهم وتعي الرساله جيدا ان الاهلي هو الباقي والاهلي هو الكيان هو المستمر وليس اللاعب مهما يكون قدره. ممكن يكون الاهلي تاثر فنيا وخسر لعيب لا نستطيع ان نقلل منه، كان لعيب مهم ومحوري وكانت يعني ما حدث مع عبد الله السعيد كان هو هدف، هو ضرب يعني عاوز اقول لك ضرب عمود اساسي في الاهلي والتاثير على الفريق. لكن يعني استطاع محمود الخطيب ان هو يتحمل ويتجاوز هذه المرحله. ايضا موقف الشهير بتاع رمضان صبحي كان موقف واضح وللجميع، واي نادي كان ممكن يستطيع انه يعمل مشكله مع لعيب هو اللي جابه، كان خلاص على وشك انه مش عاوز اقول نسي كره القدم، ولكن الاهلي هو من اعاد الحياه ورد رمضان صبحي الجميل بشكل او باخر. ولكن هناك جمهور الاهلي، مصدر قوه الاهلي في جمهوره، وجمهور الاهلي لا ينسى ولا ينسى، بمعنى انه دائما يحتفظ بكل من وقف بجانب النادي، بكل من مد يد المساعده، بكل من اساء للنادي لا ينسى له هذا الامور. فاعتقد انه كل هذه التجارب وبخلاف امور اخرى يا امير، عاوز اقول لك يعني موقف صعب جدا، وكان فوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا هو العنوان الاساسي، وانه توفيق من الله سبحانه وتعالى لهذا الكيان الكبير وعمل كبير على مدار سنوات كبيرة جدا. البطولة دي كانت مهمة جدا، مفصلية جدا في تاريخ الأهلي، كان يترتب عليها أمور في منتهى الخطورة كانت معدة جيدا للنيل من هذا الكيان، ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى كان حارسا لهذا الكيان، لأنه كان في ناس بأمانة شديدة بتعمل بإخلاص وعمل ودعوه ودعوات جماهيره ومحبيه. فأعتقد أنه محمود الخطيب تحمل كثير من الضغوط في الفترة الماضية، ربما لن تظهر في هذه السنوات، ربما تظهر في سنوات مقبلة. بس يحكى يعني بكلم يحكى عنها ويقال حدث في كذا وفي كذا وفي كذا، لكن عاوز اقول الحفاظ على كيان النادي في حد ذاته صح.
من كل من حاول أن ينال منه كان هو هدف أساسي جدا بقوة مجلس إدارة النادي الأهلي وبوجود الكابتن محمود الخطيب وبوجود جماهير النادي ومن يحبون هذا المكان الكبير. جزئية مهمة جدا جمهور النادي الأهلي، وفي الحقيقة دايما الأهلي وكيان النادي الأهلي محظوظ بجماهير، لأن جمهور النادي الأهلي واعي بشكل كبير جدا، ملم بشكل يعني جيد بمبادئ وقيم النادي الأهلي، فبالتالي لما بيبقى في قرار معين من مجلس الإدارة دايما بيبقى الهدف التدعيم، دايما بيبقى هدف ان انت تؤيد هذا القرار لان عندك ثقه كامله ايا كان من الموجود على راس منظومه النادي الاهلي، لكن انت بتبقى واثق ان المصلحه هي الهدف الاساسي للنادي. فالاهلي اكيد محظوظ بجمهوره برضه زي ما جمهور الاهلي محظوظ انه بيشجع نادي كبير. لا 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 لا, 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 لا قوه الاهلي بجمهوره، ما انا بقول لك قوه الاهلي في جمهوره وكلمه السر في مجلس ادارته. بالزبط. مجلس ادارته على مدار تاريخه اداره الاهلي اداره يعني يعني ما فيهاش قرار فردي، بيحكمها عمل. صح. العمل ده بيتوارث من جيل لاخر. يعني عارف انت ايه يعني ما بتتغيرش، يعني زي ما بيقول لك يعني الروح الفرينه الحمراء مش فلان جه اعلان بتلقاها وبتظهر في اوقات معينه جدا، زي ما قلنا في ماتش قبل ماتش فيتا كلوب قلنا على شخصيه البطل ان تظهر في الاوقات الصعبه، وده مش هيجي غير بالاخلاص، والاخلاص هيكون نتيجته توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فلما اخلصت وركزت ربنا وفقك في انك انت ايه اخترت التشكيل الجيد، اللعيبه كانوا في الملعب، الجو اتحسن، ترتب عليها كل الكلام ده. فانت لما بتيجي تتكلم على الاهلي جمهوره، لا جمهور الاهلي لا انت احكي وقول ما شئت عن جمهور الاهلي. وعاوز اقول لك على حاجه، ورغم قوه هذا الجمهور واحترام اداره الاهلي ليه، إلا أن الأهلي وله وقولة شهيرة أن المدرجات لا تحكم الأهلي. فعلا شوف العلاقة. يعني دائما ما يكون القرار لصالح النادي والجماهير تساند مثل هذه القرارات وتدعمها بقوة، والمواقف عديدة وكثيرة جدا. وعندما يصور البعض أن الأهلي في مواقفه مع بعض اللعيبة أنه الأهلي ظلم، لا الأهلي بيحافظ على شيء هو بنى عليه كيانه، ومن هذا البناء وصل إلى ما وصل إليه في كلمة يعني النجاح الكبيرة. بيتعرض لمرحلة من الاهتزاز، متعرض من المرحلة ده أمر طبيعي جدا لأنه دي منافسة، ولكن يبقى الأساسيات واضحة والكيان واضح والملامح لا يستطيع أحد أن يغيرها مهما حدث. حتى لو تغيرت الأشخاص سيبقى الأهلي شامخا على مدار التاريخ بإذن الله، بجمهوره أكيد وبمسؤوليه وبكل محبيه، وده أمر مهم. ودايما النادي الاهلي بينجح في مثل هذه التحديات الكبيره، ودي شخصيه النادي الاهلي اللي لما بتتواجد في سواء في مسؤوليه او في لاعبيه بتظهر في الوقت المناسب، وبالتالي بترجح كافه النادي الاهلي في مختلف المناسبات. طيب علاقه كمان الصداقه اللي ما بين رؤساء الانديه، بالتحديد لما نتكلم مثلا الاهلي كابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر، شفنا قبل كده ليهم صور، ممكن البعض يتضايق من هذه الصور والصداقه الكبيره جدا ما بينهم. انا عايز اعرف يا استاذ محمود ايه اللي يضايق في كده، بما ان انت دلوقتي بتتكلم على قيمتين كبار جدا في الرياضه المصريه، ان تربطهم علاقات وطيده مش على المستوى الرسمي ده امر ايجابي في صالح الرياضه بشكل عام، لان العلاقات دي اكيد هتصب كمان على المستوى الرسمي بالشكل الايجابي يعني. فانا مستغرب اصل بعد يا امير بيصور للجمهور افكار في غايه الخطوره. بالزبط. يعني وهذا الكلام الذي تم تسويقه بصوره او باخرى ونشره عندما تنشر مثل هذه الشروط يقول لك، يعني انا اتصدمت من عديد من الشخصيات كنت اتوقع انها تمتلك فكر ورقى وعقل افضل من هذا الكلام. عندما يخرج يعني البعض دون ذكر اسماء على الفضائيات ويتحدث وان هذه الصوره نشرها في هذا التوقيت امر يضايق جمهور المنافسين، وكان الامر يعني وكان من شهوده في الصوره هم من يديرون الامر. يعني امر في غايه الخطوره، امر يعني عاوز اقول لك حتى العلاقات الاجتماعيه يحاول البعض تفسيرها في طريق يعني التعصب بصوره او باخرى لاثاره المشاكل والمؤامره هذا الكلام ليس جديد. هذا الكلام موجود منذ سنوات، منذ اكثر من 20 عام تتردد هذه العباره. عانى مثل هذه اللقاءات حتى ممكن لو انت اخذت صوره مع ثلاثة أربعة زمايلك واتنشرت ممكن يتقال عليها مؤامره وبيخططوا عشان يعملوا حاجه ثانيه. لا الكلام ده مش صحيح.
مش كل يعني اي تجمع او اي لقاء بيكون عليه بناء. ولو كانت لو كان مثل هذه التجمعات هم من يمتلكون قرارات في كثير من الامور لتغيرت اشياء كثيره. ليس الجلوس مع الاصدقاء هو محل الامر، وكلمه الامر كلمه فضفاضه وكبيره جدا بامانه شديده، يحاول البعض استخدامها لتبرير حاله يعني عدم تحقيق الاهداف اللي هو بيرجوها. يعني لم يتدخل الاهلي انه في مباراه اوقف مباراه، او تدخل الاهلي في تاثير على حكم مباراه، وتدخل كان سبب فانك لم تفوز بمباراه الاهلي ليس طرفا فيها. يعني عاوز اقول لك ايه، لان عندما يخسر فريق بطوله يتهم الاهلي وكان الاهلي هو من يدير الحدوته. عاوز اقول لك ايه، هذا تبرير لابد ان يكون الجمهور ايضا واعي ويفهم جيدا ان هذه مثل هذه الامور هدفها هو تضليله والدفع به في امور اخرى بعيد عن ان من المسؤول ومن يتحمل، وان الخطا من داخل هذا الفريق ومن ذاك الفريق. فالامر كل هذه الامور يعني غير مقنعه لمن يعي جيدا ومن يفهم ان مثل هذه الصور ومثل هذه اللقاءات يعني ممكن هل يفسر بكره وبعد بكره باللقاءات دي والزيارات دي إن هي مثلا انها ممكن مؤامرات هتيجي من اسكندريه مثلا. لا، كلام جنبه صواب كثيرا. واعتقد انه بعد اللي حصل ده في ناس كتير بدات تفكر وتتراجع وتعرف انه تم يعني تضليلها بشكل او باخر، وانه الوضع بدا مختلف جدا، وبدا في اعترافات. ولو انت لاحظت في الايام اللي فاتت فعلا في كلام بيتقال انت تفاجئ بيه لاول مره. صح. فاعتقد انه الايام بترد وبتدافع وبتعطي حق النادي الاهلي بشكل او باخر. من اصحاب التصريحات العكسيه اساسا. يعني طبعا لا هم اللي بيقروا صحه قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. انا بكلمك ما تحمله بالظبط رئيس النادي الاهلي على مدار اكثر من 3 أو 4 سنوات بشكل يفوق قدره بعض الناس على تحمل التطاول والتجريح بصوره بامانه شديده لا تمت للاخلاق ولا للرياضه ولا للشجاعه بهذا الشكل الى حد التجريح، امر مبالغ فيه. فكانت مكافاه النادي الاهلي ما حدث يوم 27 نوفمبر بالظبط. لا وهو كان حدث كبير جدا. كان حدث كبير طبعا وحاجه تاريخيه ومباراه القرن وبطوله اهم احد اهم البطولات في تاريخ النادي الاهلي ان لم تكن اهمها بكل تاكيد، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. وانا في الحقيقه هستغل فرصه تواجد حضرتك معايا وهنتكلم على الجانب اللي بيتعلق بفرقه كره القدم من النادي الاهلي، وهنتكلم كمان عن منتخبنا الوطني اللي عنده مباراه غايه في الاهميه النهارده، مباراه الصعود باذن الله لكاس الامم الافريقيه بالكامل. لكن خليني لسه مستمر في هذه التغطيه الخاصه بزياره الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري بعد تلبية دعوة الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد. فبالتالي عايز أخد رأيك في الحفاوة الكبيرة اللي شايفينها بخلاف طبعا الأستاذ محمد مصلحي، لكن اللقطات اللي فاتت شفنا أعضاء النادي الأهلي أعضاء العاملين أو عفوا أعضاء العاملين داخل الاتحاد السكندري، والحفاوة الكبيرة استقبل بيها الكابتن محمود الخطيب بعض الجماهير كمان المتواجدين واللي كانوا حريصين أشد الحرص على التواجد في مثل هذه اللحظات التاريخية. حب الناس بيشترى؟ لا طبعا. لا طبعا لا يشترى. لعيبة الكرة المشهورين أو حتى الفنانين اللي هم كمان يعني متواضعين يعرفوا الكلام ده كويس جدا. حب الناس دي حاجة بتيجي يعني ده توفيق ربنا. شوف بص كده على كابتن محمد الخطيب أينما ذهب وأينما حل، لو دفعت الملايين والمليارات لتشتري هذا الحب ما استطعت. سبحان الله. حاجة أنا بكلمك أهو يعني شوف الكابتن بطل كورة من إمتى لكن ما زالت شعبيته كبيرة جدا محافظ عليها، العلاقات الناس ترغب ليه، ربما البعض يعرف نجوم الفرق حاليين ويعرفوا الخطيب. أنا بيعرفوا الخطيب طبعا. ليه الكلام ده؟ الأخلاق رقم واحد. صح الأخلاق يا أستاذ أمين. الأدب الاحترام نتيجة اللي معمول للكابتن محمود الخطيب ده. لو كان محمود الخطيب عددت مثلا على مدار مسيرته هتلاقيه خد إنذار أو إنذارين ونحن عارفينه بنقدر نعادل ونعرف نقول اسبابهم حتى لما حدث ولما خد انذار اعتزل الحكم. يعني لقطه شهيره لقطه شهيره حتى كان منهم لقطه مع كابتن محمد حسام رحمه الله عليه ماشي الله يرحمه. فانا عاوز اقول لك ايه، ده الكلام الحقيقه انه يبقى الادب هو عنوان للنجم عنوان رئيسي لاستمرار محبته وتواضعه. خلى شعبيته تستمر حتى الان وربما يسير مع بعض لاعبي
الفريق الاول ربما بقى الناس ما تعرفش لعيبه الفريق الاول تعرفه بالزبط. هو بالزبط. على فكره ماشي الكلام ده موجود ايه موجود شوف يعني ايه خد من الكابتن محمد خطيب خد من نجوم زمايله اللي اعتزل هتلاقيها نفس الوضع هتلقى في الانديه الثانيه عندها نجوم الكبار هتلقاها مع جماهيرهم نفس الوضع فاللي انا عايز اقول لك ايه بيبقى انه الجزئيه دي محمود خطيب حافظ على نفسه فيه حافظ على نجوميته كمان ما انا اهي نجوميته دي في الاخلاق وفي الالتزام ما خرجش عن النص بشكل مختلف ما حدثش منه شيء بصوره قللت منه يعني ايه احتفظ بما وهبه الله سبحانه وتعالى ليه من اخلاق عاليه والتزام الكلام ده فكان ده العنوان اللي انت شايفه اينما حل محمود الخطيب تجد المعجبين وتجد المحبين والمتابعين له في كل مكان حتى في الانديه ايه حتى في الانديه المنافسه بالظبط صح بشكل او باخر يبقى ده عنوان عليه على انه الرياضه رابط مهم جدا وعنوان لكثير من المفاهيم اللي انت تقدر تستطيع ان تغيرها الرياضه والرياضيين يستطيعوا انهم يعملوا حاجات كتير جدا فعلا. بتقديم الصوره بتقديم القدوه بتقديم الروح الايجابيه بالتفاعل كل ده الكلام دي هتجد عند الاجيال المختلفه تقعد عنده نجمه المفضل اللي ما يقدرش ايه انسان تعرف انت حاليا بتفتقد مثلا في الوقت الحالي الناس كانت بتروح المدرجات عشان تتفرج على محمود الخطيب فعلا ها فعلا. خلاص على مختار على ماهر همام على صفد البطل الله يرحمه على كرامي ربنا يديه الصحه خلاص على شوبير على صفوه عبد الحليم الله يرحمه على طاهر الشيخ عايز اقول لك ايه يعني كان في جمهور راح اشوف واحد راح يتمتع الجزئيه دي استمرت معاه لغايه دلوقتي الفتره الحاليه مش بالصوره اللي قبل كده يعني ايه مش موجوده بالصوره اللي قبل كده في نجم مفضل الناس بتروح فيه انت لما بتبص بره بجيب كريستيانو رونالدو ليه عشان ليه جمهور جاي بيملى المدرجات بعرف شعبيته وبيعمل لي شكل فبجيب ميسي عشان قيمته انت مهما يكن لو حتى بيلعب ومش بيلعب انت وجوده في ملعب نفسه هتلاقيه بيعمل حاجه انت يعني لسه يمكن عامل 6-1 من يومين ثلاثه مخليه الناس ايه ده لا في بعد ما رجع اخوان لابورتا فانا عاوز اقول لك ايه الاخلاق هي الاساس وهي ما يعني ما وصلت وحافظت للكابتن على ما وصل اليه وفي الحقيقه هو قدوه يحتذى بها طيب هستاذنك خلينا نروح نشوف الجلسه اللي دارت بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي والحديث كمان اللي دار ما بينهم نروح نسمع ونرجع مره ثانيه يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين جميعا أهلا مصطفى اولا الترحيب شويه على الكابتن محمود الخطيب ان احنا نرحب بيه هنا جوه نادي الاتحاد السكندري سعداء كلنا و يشرف نادي الاتحاد السكندري تواجد الكابتن محمود الخطيب احنا كمان اعضاء النادي قدامى لعيبه كره القدم بنادي الاتحاد السكندري تواجدهم النهارده الساده الاعلاميين الساده اعضاء النادي احب ارحب طبعا من اخويا العزيز الحاج جمال اخ فاضل والحاج خميس يعني الحاج جمال الجرحي من الناس المحبه للنادي الاهلي طبعا كلكم عارفينه وابنه محمد جمال الجرحي من الناس الشخصيات المحترمه جدا انا يعني زملته وشفته في مواقف كتيره محترمه الحاج خميس طبعا الغنيمي وابنه الحاج عمر خميس الغنيمي عيد مجلس اداره نادي سموحه سعداء بنتشرف بيك شرف الكابتن محمود الخطيب نورت كابتن النادي وشرفنا بيك جدا زياره الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لنا ما كانتش مفاجاه ولكن الخطيب العلاقه اللي تربطني بيه علاقه مش النهارده يعني بنتكلم سنه 86 86 احنا بنتكلم دلوقتي في حوالي اكتر من 36 سنه فعمر بالنسبه لي انا في الاداره لكن طبعا بالنسبه للساده هو عجز انا لسه ما عجزتش هو عجز ولكن طبعا زملائك الكفاح معاه لعيبه الكوره القدامى في نادي الاتحاد يعني عاصرته الكابتن الخطيب في الملاعب وانتوا كابتن الخطيب وهو صغير وما زال طبعا يعني الشبابيه اللي هو موجوده فيها دي والحب والاخلاق والكاريزما الغير عاديه اللي موجوده يعني لما نشوف حتى ناس ما عشفتش الكابتن محمود الخطيب وهو بيلعب كوره
شافته في الاداره، ولكن لما تلاقي شاب صغير عنده 10 سنين او 11 سنه ويتمنى ويجري ان هو عايز يصور مع كابتن محمود الخطيب، علما انه ما شافوش، ولكن دي كاريزما يعني ربنا حباها بيها. فانا بقول لك كابتن ما شاء الله عليك، ربنا يزيد حب الناس لك. نادي الاتحاد انا اعلم قد ايه محبتك جواك لنادي الاتحاد السكندري، وتملي بيسال علينا وتملي بيطمن علينا. واخرها حتى يعني السنه اللي فاتت انا فاكر المكالمه اللي حصل بينه وبين الكابتن كابتن طلعت يوسف في توقيت معين، بالكابتن خطيب اتصل بالكابتن طلعت، هو كلمني الكابتن خطيب وطلب مني رقم الكابتن طلعت ويكلمه ويؤازره ويقف معاه في فرقته ومع نادي الاتحاد. فده مش غريبه، علما تلاقي واحد يقول لك ايه احنا مالنا باللي بيحصل في نادي الاتحاد، ولكن ليه يعني لمسات احنا بالنسبه لي كمسؤول عن النادي او كرئيس للنادي احس بيها وحس قد ايه الراجل ده بيحب نادي الاتحاد. نرجع ل 2014 في مقاوية نادي الاتحاد، مكالمتي مع كابتن محمود الخطيب في دقيقه واحده بس، بقول له كابتن خطيب انا حابب ان انت، قال يا محمد انت عاوز ايه، انت طالب ايه بالظبط، العب اكون موجود معاك ولكن جات لنا الفكره طبعا يعني عشان الكابتن يعني برضه ما نتعبوش، جات لنا الفكره ان هو يعمل ضربه البدايه، هو طبعا اسطوره الكابتن شحته الاسكندراني، ان هم يعملوا في مباراه سبورتنج لشبونه مع نادي الاتحاد، وده كان بالنسبه لنا حدث. يعني امبارح انا شفت الكابتن مدحت شلبي برضه يعني عاد هذه الفقره، ودي فقره لا تنسى في تاريخ نادي الاتحاد. فنادي الاتحاد احنا ما بننساش المواقف المحترمه من الانديه الشعبيه زي نادي الاهلي، فلو في نوع من التوأمة اللي بيننا وبين النادي الاهلي اكيد مش النهارده محمد مصلح او كابتن محمود الخطيب، احنا بنتكلم على اجيال سابقه واجيال ان شاء الله هتيجي تاني وهتشوف قد ايه نادي الاتحاد تاريخه. لو افتكر انا ارجع شويه برده ورا كابتن خطيب وهو بيلعب او الساده القدامى لاعبي نادي الاتحاد، كان قبل ما يبتدي الدوري العام الممتاز كان لازم مباراه بتلعب وديه ما بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، فده بالنسبه لنا تاريخ. فتملي ده ليه ما اختلاش احدى الانديه الثانيه، ولكن النادي الاهلي كان بشايف النادي الاتحاد شعبيته وجماهيريته. فانا يعني النهارده طبعا سعيد كمان مره بزياره الكابتن محمود الخطيب، واكيد طبعا انا فاكر طبعا برده انا زي ما الاستاذ جاسر بيقول فاكر نادي الاتحاد ببطوله افريقيا، وكابتن الخطيب حضر مباراه النهائيه لنادي الاتحاد السكندري، وكان لفته طيبه منه يجي ولابس تيشيرت نادي الاتحاد اللون الاخضر، ودي كانت برده رساله واصله للناس كلها. امبارح لما كنا بنتكلم انا كنت لسه على فكره واصل امبارح من دبي، واول امبارح لقيت الكابتن محمود الخطيب بيكلمني قال يا محمد انا موجود في اسكندريه وما ينفعش ان انا اكون موجود وما ازورش نادي الاتحاد. فكان زياره الكابتن محمود الخطيب امبارح قبل زيارته للنادي سموحه، ولكن طبعا عشان تواجدي انا خارج البلاد فانا وصلت حوالي الساعه 11 بالليل، كان في مكالمه بيني وبين الكابتن واتفقنا على الزياره النهارده. فكمان مره باسم مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري باسم اعضاء النادي وباسم جماهير النادي وباسم قدامى لعيب نادي الاتحاد السكندري برحب بيك كابتن محمود، ناديك ومشرفنا ومنورنا، وده يعني مش غريب عليك اللمسه الطيبه ان انت حضرتك تزورنا النهارده في نادي الاتحاد. متشكر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا يعني اخويا وصديقي من زمان الحاج محمد مصلحي، وانا يمكن عايز ابتدي كلامي قبل ما اشكركم واشكر كل الساده الحضور، لان انا طبعا دلوقتي بالتجمع الموجود دوت وفي وجوه كمان نجوم انا شرفت ان انا العب معاهم، وبالنسبه لنا نجوم كبار جدا جدا، فانا سعيد جدا انا شايفهم النهارده موجودين. الحاج محمد الحقيقه يمكن زي ما قال كده من 86 او 87 التقينا مع بعض، وكان حبه لنادي الاتحاد بيتكلم باحلام كتير عن نادي الاتحاد، فالامر دوت خلاني ساعتها اشوف ان الحب ده لازم يترجم لعمل، يترجم لعمل انه بيتقدم ويروح يشوف يعني يقدر يساعد ازاي بالنسبه لنادي الاتحاد، وتولى الرئاسه اكتر من مره. اعتقد ان هو جواه احلام كتير جدا، كل اللي انا اتمناه ان هو الاحلام دي عشان تترجم محتاجه معاونه من الاعضاء، معاونه من الجماهير، معاونه من اللعيبه القدامى، معاونه من اللاعبين الحاليين،
ازاي كلهم يمشوا في اتجاه واحد علشان يحققوا مصلحة نادي كبير قوي والنادي ذو شعبية ضخمة جدا كلنا بنحبه اللي هو نادي الاتحاد. انا يمكن من فترة كان يعني كان عاوزنا اكون موجود ويعني دعوة ورا التانية بس قلنا لما تيجي الظروف. فالحمد لله دلوقتي الدعوة دي بشكره جدا عليها وفي نفس الوقت منتظرين ان شاء الله ان هو ومجلس ادارته واللعيبة القدامى يشرفونا في النادي الاهلي لان احنا لازم يا جماعة الرياضة دي ليها مفاهيم مختلفة. مفهوم الرياضة ان احنا ازاي نتقرب، الرياضة بتقربنا مش بتبعدنا، الرياضة دي بتبقى وسيلة لتقارب الشعوب نفسها مش شعب واحد. فالرياضة ليها دور مهم جدا ودور سامي جدا في خلق أجيال جديدة. الأجيال الجديدة دي إزاي تكون أجيال ذو روح رياضية ذو مواصفات وأخلاقيات يتنافسوا بشرف وأكسب وأخسر وأتعادل وأبقى زعلان على فرقتي، لكن ده ما يوصلناش أبدا لتناحر ويوصلناش أبدا لندي صورة غير طيبة لعامة أولادنا وأجيالنا كتيرة كبيرة اللي جاية إن شاء الله أو الصغيرة طلع إن شاء الله. نادي الاتحاد أنا بشكركم جدا جدا على التجمع دوت وإن شاء الله نكون نسعى دايما كإذا ربنا أراد سبحانه وتعالى إن إحنا نكون في مركز أو مراكز يعني قيادية في أندية رياضية كبيرة ذو شعبية. مطلوب مننا أو مسؤولياتنا كبيرة جدا جدا تجاه بلدنا تجاه القيادة السياسية بتاعتنا واتجاهات الدولة بتاعتنا إزاي إحنا نكون داعمين لدوت من خلال عملنا من خلال الرياضة، إزاي يكون لنا دور في دعم اتجاهات الدولة والقيادة السياسية بتاع الدولة برئاسة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إزاي نمشي في اتجاه كل واحد في دوره كل واحد في بلدنا يقوم بدوره في اتجاه تقدم البلد في اتجاه رفعة البلد. احنا الرياضة لنا دور مهم جدا لان احنا بنخاطب شرائح كتير من المجتمع. هو ده المايك اللي هو بيتكلم فيه وسيبني انا مايك بايظ. فالشرائح اللي احنا بنخاطبها دي الناشئ الصغير 5 سنين و6 سنين لغاية أولاد وبنات لغاية الفريق الأول، مجتمع كبير من أعضاء الأندية الرياضية، إزاي القيادة الرياضية الموجودة تكون نموذج لدفع هذه العجلة الرياضية. ده الاتجاه اللي أنا بقصده، إزاي هنمشي بهذا الشكل. نادي الاتحاد الحمد لله النهاردة أنا شايف نادي الحقيقة يعني هايل مريح، حتى أول ما دخلنا كده في راحة نفسية في استعدادات كويسة جدا، في 8 فدادين لسه جايين كمان جنب النادي أعتقد إن شاء الله هيكونوا امتداد وهيكونوا يسعد بيه كل أعضاء نادي الاتحاد للأفكار برضو اللي هو بيقولها لي دلوقتي وإحنا ماشيين عايز يعمل كذا وعايز يعمل سباحة وعايز يعمل صالة وعايز يعمل يعني قدامه حاجة، بس هو عايز المساحة حكماء. النادي اللي أنا بحبه بصراحة نادي الشاطبي، يعني أنا بروح ده بالنسبة لي خلي بالكم مثلا من ضمن الحاجات كنت بعد ما بطلت كورة كنت باجي اسكندريه باخد العربيه انا اللي سايق يعني واروح امشي عند نادي الاتحاد لان انا بحب المكان ده، مكان الحقيقه كنا بقى طبعا منافسات كثيره جدا فيه يعني. فالانديه الكبيره والانديه الشعبيه اللي موجوده في مصر عليها مسؤوليات كبيره وعليها دور كبير لرفعه بلدنا الحبيبه باذن الله. بشكركم جدا ومنتظر يكون عندنا ان شاء الله الزياره قريبه من الحاج محمد للنادي الأهلي وكل السادة الحضور يعني. أشكركم جدا والسلام عليكم. طبعا أنا يعني كلام كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وكلام كله في إطار التعاون والعلاقات الجيدة والود الواضح والحب ما بين اثنين من القامات الكبيرة جدا في الرياضة المصرية. أنا مستمر في حديثي مع الأستاذ محمود صبري طبعا الناقد الرياضي الكبير وعايز أخذ تعليق حضرتك على الكلام الجميل اللي سمعناه سواء من الأستاذ محمد مصلحي في البداية وبعدين الكابتن محمود الخطيب. العنوان عندك في اللي انت سجلته في الورق الأخلاق الكلام اللي قاله الكابتن دور المؤسسات الرياضية في دعم الدولة وتقديم رسالة مهمة جدا للنشأ وللاعبين في مختلف الأعمار انه الرياضة شيء مؤثر وفاعل جدا
في دعم الدولة في هذه المرحلة. بالزبط. مرحلة يقودها فخامة السيد الرئيس عبد الحسين، جهد كبير جدا على كافة الأصعدة في بناء الدولة الحديثة زي ما احنا شايفين. لابد أن نكون الرياضة والرياضيين أن احنا مش عاوزين نعمل جاب داخل الـ يعني الوسط الرياضي بالدخول في خلافات وامور لا طائل منها. يعني هدفها هو الخاسر الجميع في النهاية. صح. فكون انه مثل هذه اللقاءات وتوجيه الدعوة لرئيس نادي الاتحاد ونجوم الاتحاد المحدش يقدر ينساهم، وايضا اكيد المهندس فرج عام لزيارة النادي الاهلي، هو ده الهدف. بقولك انه ده جزء مهم جدا، واعتقد انه الخطوة دي هيتبعها خطوات اخرى هيكون لها رد مردود فعل على مدار الشهرين ثلاثة اللي جايين جدا في حاجات كتيرة، في العلاقات، في الترابط، في عمل رابطة الأندية المحترفة. ممكن يكون من الحاجات اللي هتكون محل نقاش مهمة جدا، مهم جدا انه خلاص تخرج من الدائرة دي. فدعم الدولة مهم في مثل هذه اللقاءات، دعم الدولة مهم في ان احنا نقضي على يعني التعصب بكل ألوانه، طرح أفكار جديدة، البحث عن حلول، مثلا تفكير في عودة الجماهير مستقبلا مش دلوقتي. كل هذول المداش ده يعني عاوز اقول لك ايه، زيارة موفقة وخطوة مهمة جدا. انا من وجهة نظري كمتابع يعني انتظرتها منذ سنوات انها تكون كمان من الحاجات. اتمنى انه مجلس إدارة الاهلي يضع مثل هذه الامور على اولوياته. ماشي، حتى يصحح الصورة لمن يحاول ان يشوهها ويظهر الاهلي بشكل هو غير حقيقي بالمره. الاهلي على فكره نادي شعبي طبعا، شعبيته من جمهوره من وطنه. فاعتقد انه ولاحظنا كثيرا يعني بعض المنافسين بيحاولوا يصوروا ويسخروا بصوره او باخرى من الكلام ده، ولكن يعني مش مدركين قيمة الكلام ده في الحقيقة، الكلام ده مش عارفين حجمه. لا، الأهلي نادي شعبي مرتبط بجماهيره، وأعتقد علاقته بالأندية الشعبية هدف وخطوة مهمة جدا. وبحيي الكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد مصالحي والمهندس فرج عامر، وأتمنى إن الأمور تتواصل بصورة أكبر على كافة الأندية إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. لكن في جزئية كمان اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب، وهي كيفية خلق أجيال جديدة تتمتع بالمنافسة القوية الشريفة وفي نفس الوقت بالروح الرياضية، ان انت تعود الاجيال اللي جايه على كده. هو ده العنوان، ما ده الكلام اللي ده عنوان مهم جدا. طبعا هو ده العنوان، تبقى العلاقه المنافسه. انت الرياضه هي منافسه، تخرج كمان فيها الطاقه السلبيه. اللي يعني هو احنا مش في ظهر الكراسه بنقعد نحفظ الكلام ده امير ولا انت نسيت؟ لا طبعا. تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمه. صح. الحاجات دي اللي كتبوا الكلام ده ما كتبوش من فراغ، لانه الرياضه هي هدفها كده. ثقافة لازم نكتسبها طبعاً ونتعود عليها. والشحنة السلبية بتخرج مع الممارسة واللعب والانفعال داخل الملعب بصورة أو بأخرى. لكن يبقى الإيجابية والبحث عن السمو والأخلاق. يا أخي ده لقطة محمد رشوان قاعدة لغاية دلوقتي، قاعدة لغاية دلوقتي لغاية يعني الإمبراطور اللي هو تسلم المهمة حديثا عمل له تكريم هنا في مصر في السفارة اللي بنعمل له حكاية بعد 35 سنة. تسلم إيه وسام من الطبقة، مش أنا مش حافظ مش عارف اسمه، وسام الشمس. وده من اعلى الاوسمه في اليمن. فانا عاوز اقول لك ايه، لقطه وكان بامكانه ان هو يكسب، والراجل اللي هو كسب محمد رشوان في الميدان دي هو رئيس اللجنه الاولمبيه اليابانيه، اللي هو كمان وجه له دعوه عشان ايه يحضر اولمبياد طوكيو لولا الظروف اللي انت شايفها دي. فانا عاوز اقول لك ايه، فانا بقول لك إيه؟ شوف الناس اللعيبه اللي هم كانوا نجوم واخلاقهم عامله ايه، زي كابتن محمد الخطيب تاثيرهم لغايه دلوقتي موجود، ناس بتحبهم ما تنساهمش. ما خرجش من ضمن العوامل المهمه جدا، ما خدش انذار ده كذا ده. يعني عاوز اقول لك ايه، هنعدد هنقول كلام كتير في الموضوع ده. تبقى الاخلاق، الاخلاق بالظبط. الاخلاق هي العنوان الرئيسي لاي انسان ولاي نجم، سواء في الفن، سواء في الرياضه، سواء في السياسه، سواء في الادب، سواء في الصحافه، سواء في يبقى الناس برضو الناس عندها تقييم برضو. ماذا سمعت اذنك من فلان؟ سمعت كل صح. كلام طيب صح. وعندما تسمع كلام سيء لن تنسى. فانا عاوز اقول لك انه محمود الخطيب عنوان للنادي الاهلي، واحد اشهر خمس نجوم على مدار الاهلي شاركوا في صنع نجوميه الاهلي وشعبيته الطاغيه فعلا. الكبيره جدا. وبخلاف كده استاذ محمود برضه هو شخص مسؤول. لا طبعا مسؤول، وبيعي مدى المسؤوليه المقال على عاتقه في الحقيقه من خلال تصرفاته ومن خلال مثلا هو ورث يعني عنده يعني ورث تاريخ تسلم المهمه من يعني من مهندس محمود طاهر، ومحمود طاهر تسلمها من كابتن حسن حمدي، يعني كابتن الكباتن كابتن حسن طبعاً. حمدي
كابتن حسن حمد سلامه طبعا من المايسترو، والمايسترو سلامه من يعني هنعدد هنقول ايه انها ايه يعني ايه سلسله متواصله مترابطه طبعا. لازم محمود الخطيب بيقدم في يعني في نهايه الدوره الاولى من وجهه نظري لمجلس ادارته بيقدم برده شكل مميز جدا، وهو هدف مهم جدا فعلا. يعني اتمنى ان هو يكتمل بمواصله العلاقات مع باقي الانديه ان شاء الله. هي دي المعاني الحقيقيه للرياضه في الحقيقه، زي ما حضرتك شايف دلوقتي في هذه اللحظات يا استاذ محمود، يعني تبادل الدروع بين كابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مسلحي في اطار التعاون وفي اطار هذه الزياره المهمه والمميزه واللي ليها نتائج كتير جدا اكيد هنلمسها بعد فترات، سواء خلال الفتره الحاليه او بعد فترات اكيد مقبله، واكيد هيكون في ردود افعال ايجابيه سواء عند المسؤولين في الانديه المختلفه او حتى كمان عند الجمهور، وده هدف اساسي جدا ويعني جزئيه غايه في الاهميه. يعني واضح جدا العلاقات المميزه، واضح جدا مدى الاهتمام الكبير بهذه الزياره استاذ محمود. طبعا لا ما واضح انه خطوه انا بقول لك خطوه مهمه جدا. الكابتن محمود الخطيب بيوقع التيشيرت بتاع الاتحاد الاسكندريه، خلي بالك الاهلي خلي بالك شعبيه يمتلك شعبيه كبيره في الاسكندريه طبعا. نعم عارف يعني الشعبيه الاولى فعلا لفريق نادي الاتحاد بحكم المنشا والمدينه أكيد. لكن النادي الاهلي شعبيه يعني كبيره جدا، ربما تاتي الشعبيه رقم 2 بعد نادي الاتحاد في اسكندريه. جمهور كبير، جمهور محب، اعتقد انه هي دي الرياضه، هو ده الهدف، هو ده الأهم في كل شيء، إنه العلاقات تبقى هي الأساس والاحترام. ونقول تاني أن المنافسة سواء كانت داخل المستطيل الأخضر أو داخل الصالات المغلقة يبقى ينتهي كل شيء مع نهاية صافرة الحكم، ولا بد أن يكون المسؤولين على قدر والمدربين على قدر المسؤولية في توجيه النشأ واللاعبين بالضبط. بأن المنافسة منافسة، وأن احترام المنافس الخطوة الأولى في البحث عن البطولة والألقاب، وانه تقبل الهزيمه، وانه يعني التواضع عند الفوز والنصر امور اساسيه لابد ان يتعلمها، وان عدم المبالغه وتجريح في المنافس امر في غايه الخطوره بكل اثره. يعني عاوز اقول لك دي الرسائل اللي لابد ان هي يكون ليها دور في 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 المرحله الجايه. ممكن الكلام ده ما يعجبش البعض، ممكن الكلام ده ما يعجبش، مش هيعمل ترند يعني ولا كسر الدنيا لانه شايفينه عادي، لانه دايما الحاجات دي ما بتعملش ترند، الترند بتعمل لحاجات تانية مختلفه، احنا انت عارفها وانا عارفينها احنا مع بعض. فاعتقد انه الحاجات دي مهمه جدا، احنا محتاجين في الفتره المقبله ان نرسخ لدوره الاخلاق، وان تعود مصر بسمعتها الطيبه، مصر باعلامها، تصحيح كثير من المفاهيم، برياضيها، بفنانيها، ان يقدم الفن والهدف الأسمى وتقديم الصورة الطيبة عن المجتمع بعدما تم التشويه على فترات مقبلة. أيضا يعني علاقة الأندية مع بعض، الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لابد خلاص يعني المسؤولين يبقوا عايزين خلاص، لن يستمر الوضع، والدولة يعني تتابع وترقب ولها هدف. وأنا بقول لك أهو في مشروع وفي هدف في المرحلة الجاية هيكون من أولويات فخامة السيد الرئيس في طرحه الالتزام الأخلاقي، مع طرح تغيير الرؤى، الفن لازم بيكون دراما هادفة، المباريات واللقاءات الكبيرة جدا لازم يكون الأخلاق هنا، والضرب بيد من حديد على من يخرج عن النص. دي مثل هذه الأمور، مثل هذه الرسائل، مثل هذه يعني اللقاءات المتبادلة هيكون لها هي رسائل لتصحيح المفاهيم زي ما حضرتك قلت. في الحقيقة أنا دلوقتي كواحد من الجماهير قاعد بتابع زيارة زي دي يا أستاذ محمود، إيه المفروض أكتسبه؟ إيه الانطباع المفروض أخده؟ إيه المفاهيم اللي أنا المفروض اعترف بيها او تبقى بالنسبه لي اسس خلال المراحل الجايه؟ ما هي خلاص انت كده ان عليك انك تشجع فريقك، عليك الا تنال من المنافس مهما يكن، عليك ان تحترم المنافس، اعمل نظره مختلفه. يعني بلاش ناخد الحاجات اللي خدناها من الغرب يا جماعه، لان الغرب دلوقتي عندهم ايجابيات كتير جدا. انا بكلمك الغرب يصدر لنا افكار الالتراس بشكل او مختلف. يعني يعني شبابنا شباب يعني شباب طيب وشباب طبعا لكن البعض زج به في طريق في غايه الخطوره يا امين. خدنا مفاهيم مش بتاعتنا، شربنا حاجات يعني بناخد حاجات من الغرب، ما بناخدش المفيد، بناخد الحاجات من وجهه نظر، خدنا الحاجات السيئه في كثير من الامور محتاجين نغيرها. ثوابتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا صح افضل واقوى من حاجات كتير اتغيرت من عندنا. عمرنا ما شفنا الاجواء اللي احنا شفناها في السنوات الاخيره، عمرنا ما شفنا الاختلاف ينتهي دايما بحاله من الخروج عن النص والسباب والشتائم. ليه يعني ايه لم يعد حتى الخلاف في خلاف محترم، حتى لو اختلف احترم وجهه نظرك، لا انال منك بشكل او باخر. فاعتقد مثل هذه الخطوات
خلافكم بادب وخلاف. لا طبعا استاذ محمد مصالحي من الناس بصراحه المحترمين جدا 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 والناس على قدر المسؤوليه، كابتن محمود الخطيب، مهندس فرج عامر وغيرهم من رؤساء الانديه اللي يعني بامانه شديده اكيد هيكون عندهم سعي، اكيد هيكون هيشوفوا هيبصوا بصه مختلفه على مثل هذه اللقاءات اللي اتمنى انا اتمنى انها تكتمل ان شاء الله باذن الله تعالى. هنشوف كمان في اللقطات دي تواجد الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن طبعا التوام التاريخي في الكره المصريه، والتقاط بعض الصور التذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب في تواجد الاستاذ محمد مصلحي، كلها ايضا لقطات مهمه جدا طبعاً في الحقيقه. طبعا مش عايزه كلام، مش عايزه كلام برضو ما يكون حسام ابراهيم ما انت رحت وجيت برضو اقول يا جماعه لا يعني تاريخ في الرياضه في المصريه تاريخ طبعاً تاريخ طبعاً وتاريخ طبعاً مع النادي الاهلي ودافع عن الوان النادي الاهلي وعمل اختلف او اتفق، لكن عليك ان تعطي الكل ذي حق من حقه. عليك الا يدعك هذا الاختلاف ان يدفع بك لان تلغي او تحاول او تقلل تزيل او تزيل تاريخا هو مكتوب لن تستطيع ان تزيله مهما حدث، لكن هناك امور حدثت خرجت فيها الامور عن النص، لكن اعتقد انه يبقى برضو حسام ابراهيم حسن من جزء من تاريخ النادي الاهلي طبعا أكيد. لا احد يختلف عليه اكيد اكيد، لازم يكون في احترام كبير لتاريخهم في الرياضه المصريه كمان بشكل عام، وده امر مهم وطبيعي ان يكون في اختلاف يا استاذ محمود، لكن المهم ان الاختلاف يكون باحترام وبدون اي تجاوز، ودي ثقافه لازم احنا نمشي عليها خلال الفتره اللي جايه في الحقيقه بعد فتره كبيره كان فيها يعني امور خارجه عن النص بشكل كبير. طيب هل معانا يا جماعه مراسلنا من هناك نتواصل معنا؟ خلال لحظات هيكون معنا زميلنا العزيز فاروق صلاح عشان نعرف من خلاله كل الكواليس تتعلق به هذه الزيارة وردود الأفعال داخل مقر نادي الاتحاد السكندري. طيب بنتكلم في سبل التعاون، البعض يا أستاذ محمود بياخد التعاون في إطار واحد بس هو تبادل اللاعبين في الجانب الرياضي، الصفقات ما بين الأندية. أنا عايز أتكلم في أمور أبعد من كده كمان، ممكن البعض ما ياخدش باله منها، وتعاون على مختلف الأصعدة. إيه أهم الأصعدة اللي ممكن يكون فيها التعاون واضح ومثمر بين الأهلي والاتحاد السكندري؟ طبعا اللقطات جميلة، اللقطات جميلة طبعا. ها؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه. لقطات مهمة جدا، لقطات مهمة جدا. لا طبعا، ما انا بقول لك على حاجة يا جماعة، الظاهرة مش ظاهرة، هو كابتن محمود الخطيب رايح مثلا الاتحاد بيقول لهم ادوني لعيب مثلا، لا طبعا ما اعرفش يعني. لا طبعا، ولا الاتحاد طيب بس طالب لعيب من النادي يا جماعة، لا معلش ان احنا هنقزم اللقاء بكده بالظبط، لا اللقاء اشمل، انا وجهة نظري شايف انه في اجابات اكبر من كده. العلاقات يا جماعة، الاحترام، تبادل، يعني تبادل من ايه؟ تبادل المنفعة يا سيدي، تبادل الافكار. انا بسألك سؤال، وانت لما تعمل بروتوكول مع بايرن ميونخ هدفك ايه؟ هتروح تزور منك ترجع، ولا انت عاوز تستفيد التجربه دي نجحت ازاي؟ هو النادي الاهلي احد اسرار نجاحه ايه؟ انه مش بيسير على نهج المدرسه الالمانيه على فكره، فعلا في كل شيء من يعني زمان. من زمان يعني مش من دلوقتي. حتى افضل المدربين الالمان عملوا تاريخ مع الاهلي طبعا، يعني كلنا عارفينه وحافظينه. طيب اعتقد انه لما يبقى في التجربه دي بتبقى يعني شيء مهم جدا. انا بقولها لك اهو، هدفها اشمل من ان احصره في التعاقد مع لاعب او مش عارف. البعض بيتخيل كده لان الجمهور بيهتم قوي بالكوره وبالصفقات واللاعبين، لكن طبعا في ابعاد كتيره مهمه من هذه الفكره. مش رئيس نادي الاهلي والاتحاد راح يتكلموا في لاعب، ده في مسؤولين يعني ثانيه بتتكلم يعني في ادارات ثانيه، كل واحد عنده اختصاصه وهو مسؤول عنه يبقى في الاخر، لكن اعتقد لا الموضوع اكبر من كده، وان شاء الله تبقى خطوه كويسه. خطوه كويسه، المرحله الجايه مهمه جدا، مرحله محتاج ترتيب كره القدم المصريه مواسم بعد التفكير في الموسم المقبل باذن الله تعالى. ايضا بشكل مسابقه هتبقى هيستمر الوضع ولا هيبقى في رابطه، ما فيش رابطه، طب هيبقى الوضع عامل ايه في يعني عايز اقول لك اكيد هيبقى في تعاون وتتضح رؤيته، هنشوف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح للزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمتواجد في هذه اللحظات طبعا في مقر الاتحاد السكندري بخصوص هذه الزياره الهامه. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل التحيه للاستاذ الكبير محمود صبري، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لك يا امير، هنا مظاهره حب في الروح الرياضيه. قبل ما نتكلم على العلاقات ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، هي رساله بيرسلها النادي الاهلي، بيرسلها نادي الاتحاد لتوطيد الروح الرياضيه
والعلاقات الطيبه اللي لازم تكون بين الانديه المصريه، واللي لازم تكون هي العنوان بتاع الفتره اللي جايه. النهارده النادي الاهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب بيلبي دعوه الاستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري النهارده بزياره نادي الاتحاد. دي تاكيد على العلاقات الطيبه اللي النادي الاهلي بيتمتع بيها طبعا، وزي ما قال الكابتن والاستاذ محمد مصلحي الاهلي والاتحاد ابناء عمومه. عايز اقول لك ان الجميع هنا نادي الاتحاد بيتزين لاستقبال الكابتن الخطيب، الجميع هنا فرحان. يعني عايز اقول لك من الامور المهمه كمان يا امير ان اداره نادي الاتحاد مسجله فيديوهات للكابتن محمود الخطيب بتذاع في كل الشاشات الموجوده هنا في نادي الاتحاد. ايضا تقدر تقول تاريخ نادي الاتحاد السكندري في اخر 50 عام النهارده كان في استقبال الكابتن الخطيب. لما تلاقي الكابتن شحتة الاسكندراني، تلاقي الكابتن الجارم الكابتن احمد خليل، الكابتن حسن ابو عبده المدير الفني طبعا، والدكتور حسن ابو عبده والكابتن ناصر ابراهيم. يعني انا بقول لك يا امير تاريخ نادي الاتحاد في 50 سنه النهارده بيتلخص في الجميع موجود فرحان بوجود الكابتن الخطيب طبعا، اللي في كلمته مع الاستاذ محمد مصلحي استرجع الكثير من الذكريات. ايضا ما انساش الحاجه زينب بوبو يعني زوجة الكابتن رحمه الله عليه الكابتن بوبو اللي يعني هتكون موجوده معانا يا امير. من الامور المهمه جدا الاطراف الحديث اللي كانت ما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي، ان يعني كابتن الاستاذ محمد مصلحي يعني قبل اللقاء بدقائق طلب من الكابتن الخطيب، يعني وهم ماشيين طلب منه قال له يا كابتن الخطيب ايه رايك تيجي تلعب عندنا سنه ولا سنتين. طبعا الكابتن الخطيب حاله الحب والدعابه طبعا اللي كانت طبعا بينه وبين الكابتن والاستاذ محمد مصلحي. ايضا على نفس السياق يا امير ان الحاج محمد مصلحي بيقول في عام 2014 لما طلبت من الكابتن الخطيب اللي يكون موجود في احتفال مئويه نادي الاتحاد السكندري قال لي كلمه، قال لي يا محمد لو عايزني العب معاك المباراه انا هلعب. فقال لك طبعا احنا راعينا الظروف الصحيه للكابتن الخطيب وقلنا ان يكون ضربه البدايه ما بين الكابتن الخطيب والكابتن شحتة الاسكندراني. انا معايا في هذه الاثناء يا امير واحده من رموز نادي الاتحاد وزوجه الكابتن بوبو حاجه زينب بوبو هتكون معانا. حاجه زينب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عارف ان الكابتن بوبو بيتمتع بحب كبير جدا عند كل افراد المنظومه الرياضيه، لكن بصفه خاصه الكابتن الخطيب. وانت عندك كلام كتير جدا تقوليه للكابتن الخطيب وعلاقه الكابتن الخطيب بالكابتن بوبو. اولا انا بشكركم على تواجدكم ونورتوا نادي الاتحاد السكندري ونورتوا اسكندريه كلها. طبعا الكابتن الخطيب عايز مجلد عشان اتكلم عليه على اخلاقه وعلى احترامه لزمايله وبالذات كابتن بوبو. يعني رغم ان الناس كانت اخذه فكره ان بوبو كان ستيف قوي وكان بيعمل مشاكل، بس بوبو والكابتن الخطيب كانوا اكثر ناس بيحبوا بعض واحنا عائليا متواصلين. هو راجل محترم جدا وانا عمري ما هنساه وقفته معايا في وفاه الكابتن بوبو، ان هو حضر معايا الجنازه واخد معايا العزاء وكان تعبان وكان ظهره بيوجعه، فقال لي انا هروح بقى. فوجئت بالليل ان هو واقف في الشادر بياخد العزاء، فانا عمري ما هنساه الموقف ده. وانا بحبه ومش بحبه، انا بعشق لورد الكره المصريه كابتن محمود الخطيب، كان منور النهارده النادي. كنت نفسي اقف اتكلم واقول له قدامه الكلام ده، بس هو متواصل معايا على التليفون. وهو اللي كلمني امبارح بالليل وقال لي انا جاي بكره اسكندريه ولازم اشوفك، فانا جيت له رغم ان انا لسه عامله عمليه كبيره قوي، ده يمكن اول مره انزل من شهرين من عمليه العمليه، بس ما اقدرش ان الكابتن الخطيب يبقى هنا في اسكندريه وما اشوفهوش. حاجه زينب قلتي لي لعيبه الكوره بالنسبه لي حاجه والخطيب حاجه تانية. طبعا يعني معلش مع احترامي لكل الاسامي الكبيره، طبعا وقت ما كانوا الناس الكبار دول بيلعبوا كانت اسماء كبيره جدا في النادي، بس انا كان لي راي تاني ان الكابتن محمود الخطيب ما جابتهوش الكره المصريه لغايه دلوقتي. مع احترامي لكل الاسامي ومش عايزه اذكر اسامي عشان ما حدش يزعل مني، لكن الكابتن الخطيب حاجه تانية خالص، ده حد ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره. لو تفتكري بعض كلمات الكابتن بوبو عن الكابتن الخطيب كان بيحكي يتكلم عن الكابتن الخطيب يقول ايه؟ كان بيقول يا راجل، هي دي وكلمه راجل وانسان بتعني حاجات كتير قوي، مش لازم تبقى ليها تفاصيل، لكن كابتن الخطيب انسان ومش عارفه يعني مهما هوصفه يمكن انا شهادتي تبقى مجروحه لان انا بحبه، واللي بيحب حد دايما ناس بتفتكر ان هو بيجامله، بس انا مش بجامله، هو يستاهل كل خير وراجل مواقف، وانا فرحانه جدا ونفسي ان الناس الاهلاويه كلهم يفتخروا بيه ويبقى رئيس نادي تاني الاهلي مره تانيه ان شاء الله.
كلنا بنفتخر بالكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب ان شاء الله موجود في رئاسة النادي الاهلي ان شاء الله، وده حاجه تشرف مصر، كفايه اسمه في الدنيا كلها. يعني انت النهارده لما تلاقي مثلا يذكر الكره المصريه بيذكروا 3-4 اسامي، اولهم الكابتن محمود الخطيب، وده شرف لمصر كلها مش للنادي الاهلي بس. بشكرك يا حاجه زينب. العفو، انا بشكركم على تواجدكم ونورتوا اسكندريه كلها، اهلا بيك. زي ما سمعت يا امير، ده كان لقانا مع الحاجه زينب بوبو. قالت الكابتن خطيب مش فخر وشرف لي النادي الاهلي، ده فخر وشرف للكره المصريه. انا موجود معاك هنا امير من احد القلاع المصريه الرياضيه العتيقه، قلعه نادي الاتحاد، لو في اي استفسار او اي تساؤل. في الحقيقه يا فاروق، انت قلت لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بهذه الزياره، بس انا عايزك تحطنا في الصوره بشكل اكبر بخصوص استقبال اعضاء الجمعيه العموميه في الاتحاد الاسكندري للكابتن محمود الخطيب، والاستعدادات لهذه الزياره كانت ازاي؟ اشرح لنا كل الكواليس اللي انت اكيد شفتها من حواليك خلال هذه الزياره فاروق. يعني خليني اقول لك يا امير واقربك من الصوره، من بدايه من دخول الكابتن الخطيب الى يعني بوابه نادي الاتحاد السكندري، الجميع كان في استقباله، كابتن الحاج محمد مصلحي، جميع اللعيبه القدامى، جميع الاعضاء، الجميع تسابق طبعا يا امير انت عارف للالتقاط الصور التذكاريه. وبخصوص هذا الامر الحاج محمد مصلحي كان ليه كلمه مهمه جدا في لقائه مع الكابتن الخطيب، قال لك يا جماعه الخطيب ليه كاريزما، ليه طله، يعني الكابتن الخطيب اللي ما شافوش حتى في الملاعب او ما اتفرجش عليه في الملاعب، يعني قال لك في اطفال بشوفهم عندهم 10 سنين بيجروا يتسابقوا على التقاط الصور مع الكابتن الخطيب، ودي الكاريزما والطله اللي هي بتبقى حاجه بتاعت ربنا يا امير. فعلا. الجميع هنا الاعضاء طبعا تسابقوا على التقاط الصور مع التذكاريه والالتفاف حوالين الكابتن الخطيب. طبعا الكابتن الخطيب خد جوله تفقديه برفقه الاستاذ محمد مصلحي لتفقد منشآت النادي، الدخول للملعب، المبنى الاجتماعي، الجيم والصالات الرياضيه الموجوده، ايضا لقائه مع مدربي قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري. الاعضاء النهارده يعني تقدر تقول يا امير كلنا ما حدش فينا ما بيحبش الاتحاد، لكن الشيء اللي بيجمع عليه الجميع ان الاتحاد كل جماهير الاتحاد بتعشق النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي. النادي الاهلي يا امير بيتمتع بعلاقات طيبه مع كل الانديه، حتى يعني كلام الاعضاء الجمعيه العموميه، احنا بنشجع النادي الاهلي وبنشجع نادي الاتحاد، الاعضاء الجمعيه العموميه اللي عايز بقول لك يا امير الاطفال صغار كبار الجميع بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه. ايضا بقى بعض الاحاديث اللي ما بين الكابتن الخطيب طبعا والاستاذ محمد مصلحي على حركه التطوير والبنيه التحتيه في النادي خلال الفتره القادمه، والحاج محمد مصلحي يتكلم على الاطار اللي بيسير عليه النادي الاهلي على نفس نهج الدوله المصريه، انت شايف حركه البنيه التحتيه وحركه الاعمار اللي بنشوفها في الدوله المصريه في مع فخامه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، النادي الاهلي بيسير على نفس النهج. طبعا بارك للنادي الاهلي على فرع النادي الاهلي بالاقصر، و يعني اشاد بحركه الانشاء اللي بتتم ايضا فرع التجمع اللي ان شاء الله قريبا ايضا في فروع النادي الاهلي المختلفه، وقال انا طبعا انا حريص اشد الحرص ان انا اكون اول الناس اللي تبارك وتهني النادي الاهلي. عايز اقول لك برضو امير ان الاعضاء هنا يعني الاعضاء كان يعني قبل قدوم الكابتن محمود الخطيب الجميع واقف امام الشاشات اللي بيتعرض عليها اللقطات التاريخيه للكابتن الخطيب، يعني دي من النقاط المهمة جدا، في أهداف كتير مننا ما شفاش، كنا بنشوف النهارده الأعضاء قاعدين بيتفرجوا وبيتغنوا بأهداف الكابتن الخطيب اللي ملأت شاشات نادي الاتحاد السكندري اللي كان مخصص فيديو تسجيلي للكابتن الخطيب، الجميع بيتغنى، كابتن الخطيب طبعا اتكلم مع الكابتن الجارم على بعض الذكريات في المباراة عام 87، وأيضا اتكلم على الذكريات مع الكابتن بوبو والكابتن أحمد خليل. تقدر تقول يا امير هي مظاهره في حب النادي الاهلي والعلاقات الوطيده دايما اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، ودايما هي دي الرساله اللي بنقول عليها الروح الرياضيه عنوان أكيد. كل شيء اكيد. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا المميز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان معانا من مقر الاتحاد السكندري بخصوص زياره الكابتن محمود الخطيب لهذا النادي الكبير والعريق وصاحب الجماهيريه الكبيره، والراجل في الحقيقه قال لنا كل التفاصيل تتعلق بهذه الزاوية من الحاجه زينب بوبو زوجة الراحل بوبو طبعا نجم الاتحاد السكندري السابق، والكلام عن مواقف خاصه بالكابتن محمود الخطيب. وانت حضرتك في بدايه حديثنا قلت ان حب الجماهير لا يشترى، طبعا المواقف هي اللي بتخلي الناس تحب الشخص ده، هو في عنده كاريزما كبيره، كلام من القلب بالظبط. فعلا بامانه شديده. شوف قالت لك ايه، قالت لك راجل راجل خلاص خلص الكلام، في رساله
وقف معاها مش قادره تنسى. هي هو الانسان، هو الانسان ايه؟ موقف. طبعا الموقف دايما بتكشف لك معادن من تتعامل معه. ماشي، مش فرصه ولا المحبه والعلاقه. صح، في الكلام صح. الجميل وفي عايز بكلمك بالصعيدي في الواسع ساهل. أيوة. لكن عندي الجد لما تحصل لك موقف بتبان معدنك وبان انت قد ايه انسان ولا لا، ولا صح. العلاقه كانت على مصلحه. محمود الخطيب بقول لك ربنا حباه باخلاق كبيره جدا. ربنا حباه باخلاق هي اللي اديته المحبه دي، بيلاقي نتيجه الاخلاق دي وهي اللي وصلته. على فكره مش نجومته في الكوره بس، اخلاقه هي اللي وصلته للي هو فيه ده. وحفاظه عليها ماشي على هذه النعمه كبير جدا طبعا، انه وصل للمرحله اللي الناس مش قادره تنسى له المواقف اللي هو عملها. ربنا يحافظ عليه، اتمنى له التوفيق. خطوات مهمه جدا، مظاهره حب في معقل زعيم الصغر. الاهلي والاتحاد على يعني على مدار علاقات مميزه، حتى لو تعرضت لبعض يعني عاوز اقول الهدوء او الخلافات في وجهات نظرك، تبقى العلاقات مهمه. الاسكندريه العاصمه الثانيه مهمه جدا، من عاصمه يعني لا تقل اهميتها، فيها انديه كبيره جدا، كل مدينه بتميل الى النادي بتاعها بشكل او باخر. لكن يبقى دائما الاحترام، العلاقات الاجتماعيه، تبادل المنفعه هو الشيء والعنوان الرئيسي في ضمن هذه الامور. بالظبط، يعني في الحقيقه هي لقطات مهمه جدا وتاريخيه في كل الاحوال بخصوص هذه الزياره، وكلام مميز عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. لكن انا في الحقيقه برضو يا استاذ محمود عايز اتكلم على اهميه الزياره بشكل اكبر، بما ان نادي باسم وحجم وتاريخ النادي الاهلي في بيتمثل في مسؤول وفي رئيس منظومه النادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب، وبيزور نادي كبير جدا بعد دعوه من الكابتن او الاستاذ محمد مصلحي وهو نادي الاتحاد السكندري. فبالتالي الاهم في الجزئيه دي هو ان انت ماشي في الاتجاه اللي بيساعد الدوله على التنميه، المفروض انت تعمله واللي انت المفروض تعمله. واللي انا شايف من وجهه نظري بقول لك اتاخر النادي فيه كمان من فترات. لكن من فترات يمكن قبل يعني من 10 سنين كانت الامور ما كانتش بالصوره اللي احنا شفناها. بالزبط. في الفتره اللي فاتت تعرضت انت لحمل تشويه الصوره وكسر البرواز، لكن ما نجحتش المحاوله. لانه بقى انت عندك يعني جمهورك اللي بيدافع عنك وانت مش هتحاول. المهم انا حاولت اخدشك ان انا اقلل من صورتك بشكل او باخر. هذه الامور ترد على كل ما قيل، هذا هدفها مهم جدا. علاقات اقوى من نسبك من الكوره ومن المنافسه. صح صح صح. لكن علاقات والتبادل، الزيارات وفتح مثل هذه المجالات بيبقى هدفها دعم الدوله هو العنوان الرئيسي. صح. الدوله محتاجه لمن يدعمها، لمن يقضي على بعض مثل هذه الامور اللي تثير مشاكل لا حصر ولا داعي لها. واحنا شفنا نتيجه اللي حصل ماشي في بورسعيد وفي الدفاع الجوي كان نتيجته ايه؟ احنا بنعاني منه حتى الان وبندور على حل لتدمير جراح من تعرضوا لهذه المآسي بصوره برح حتى الان مش قادرين. فعاوز اقول لك لابد من ان يكون كل من يتابع كل من يشاهد يعرف جيدا ان هذه هي الرياضه. هذا هو الباقي في الرياضه. هذا هو العلاقات بين الانديه. بالزبط. وبين الكبار دائما ما تكون مثل ما حدث في مثل هذه الزياره. ده الوجه الحقيقي للرياضه ومفهوم الرياضه بشكل عام. لما تشوف اثنين بالقامات الكبيره دي، سواء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، استاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، يعني من خلال اللقطات دي ومن خلال كلمات الود والحب ما بينهم والعلاقات المميزه في اطار طبعا التعاون اللي بيصب في مصلحه الناديين سواء الاهلي او الاتحاد، اكيد مفهوم الرياضه بيترسخ داخل اذهان الجماهير المصريه ومحبي الرياضه بشكل عام، مش بس كره القدم. وهي دي المسؤوليه دايما اللي بتكون ملقاه على الشخصيات المسؤوله زي شخصيه الكابتن محمود الخطيب وشخصيه الاستاذ محمد مصلحي. كلمه مسؤول البعض شايفها كلمه عاديه يا استاذ محمود، ان انت يعني مسؤول في نادي، سواء رئيس بقى نادي، عضو مجلس اداره، مدير فني، مدير كره، كلام من ده. لكن في الحقيقه الكلمه في حد ذاتها ليها مفاهيم ومعاني كتيره، لازم الكل يعي هذه المفاهيم وهذه المعاني عشان نفهم يعني ايه كلمه مسؤول. ده خطيره. مش بالظبط، انت عنوان بيتك. بالظبط كده، هي دي اختصارها. انت عنوان النادي اللي انت تنتمي له. بيقول لك لا ده ممثل كذا. الناس في الاخر بتنتهي يقول لك لا ده بينتمي لكذا. شفت عمل ايه؟
بناء على موقفك، على تصرفك، على حطيت نفسك فين، الناس هتبص لك. صح. فاعتقد انت المسؤول لها مسؤوليه، مسؤوليه كبيره جدا ومش سهله ومش فسحه. لا بالعكس، عليك ان تعي جيدا. وهو اكتساب الخبرات بيجي من فين؟ من كده انت بتربي النشر، بتيجي من فين؟ بتيجي من الحاجات دي عشان تطلع كوادر بتاخدها بتعلمها بتشوفها كلها تبقى يعني حاضره وشايفه وبتتعلم انه ده الهدف. ممكن تتحط لمواقف صعبه جدا بيبان فيها معدن المكان اللي انت بتنتمي له، وفي الاخر بيجي ايه؟ بيجي لك حقك لغايه عندك، ربنا بيرجع لك حقك وبينصفك بشكل او باخر. عمر ما كان الاحترام والاخلاق ضعف، دي فروسيه. مش اي انسان يستطيع انه يمتلك اخلاق ويتحمل ضغوط ربما تنال منه من سمعته ومن حاجات كتير، الا انه ايمانه والتزامه الكبير جدا بيوصله للمرحله. صح. لان هناك من يدافع عنه، ربما هو لا يرى من يدافع عنه. فانا اعتقد انه لا، المسؤول مسؤوليه وصوره وشيء مهم جدا، لانه بيعبر عن ناديه او كيانه او بيته او اسرته. مش اي شخص يتقلد منصب ما مدى ايا كانت ايه اهميته يبقى مسؤول. لا طبعا، مش اي حد يقعد على على الكرسي زي ما بيقولوا. المسؤول مسؤول بتصرفاته، مسؤول بتصرفاته، مسؤول باخلاقه، مسؤول بقراراته، مسؤول بمراعاته الاخرين، باحترامه للناس. ده شيء مهم جدا. صح. وعلى فكره انت في الايام دي قليل قوي اللي بيحترم، اللي بيجبر خاطر، اللي بيتابع، اللي ده جهات في حد ذاته. طبعا. جهات كبير جدا طبعًا. مع النفس طبعًا. ومع طبعًا. الاخرين على فكره. ومع شياطين الانس كمان. طيب انا عايز من حضرتك رساله لكل مسؤولي الانديه المصريه بعد ما شفنا اللقطات دي، سواء النهارده زياره الاهلي للاتحاد او امبارح الاهلي لسموحه. ايه الرساله اللي ممكن نطلعها من الزيارتين دول واللي ممكن نوجهها لمسؤول؟ انا يعني انا من وجهه نظري طبعا الرساله مهمه جدا بالنسبه لي. اتمنى تكرار الزياره، يعني اتمنى انه الاهلي نفسه وادارته اذا كانت موجهه لها الدعوه، اتمنى ان هو التفكير انك انت تدعو برضه بعض الانديه وتلتقي بيهم. احنا شفنا مهم جدا، مهم جدا على فكره، مهم جدا انك انت الناس تيجي تقعد عندك طبعا، مهم طبعًا. جدا وانك انت تروح مهم جدا. لا رساله مهمه، ربما يبدو الوقت مناسب مناسب في طرح رؤيه مختلفه بان احنا نعيد كثير لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئه بعلاقه الانديه ببعضها. انه العلاقات يا جماعه هي عنوانها الاحترام، وان المنافسه داخل المستطيل او داخل الصالات شيء، والعلاقات خارج الانديه، لانه الحفاظ وعلى جماهير الانديه انها تعي وتنظر وتتابع بشغف مثل هذه الامور. وان يكون التحليل الايجابي والعقلاني بعيدا عن الدخول في نظريه المؤامرات والكلام اللي بيخرجنا عن الواقع والمنطق. فاعتقد انه مثل هذه الامور اتمنى يكون الدائره اوسع، العلاقات اكثر، التقارب افضل، ده في صالحنا وفي صالح دولتنا. واحنا شايفين، مش محتاجين نتكلم على المشهد والدائره حوالينا عامله ايه. احنا من الداخل لازم يكون لدينا ترابط ولحمه قويه جدا، لانه ده من الصالح ومن صالح الدوله ومن صالح الحفاظ على الاستقرار كده. وده في الحقيقه مش دور المسؤولين بس، بس لا ده دور كمان الاعلام طبعًا بشكل طبعًا كامل، سواء الاعلام المرئي او المسموع او المقروء. ده دور مهم جدا، لان احنا في الحقيقه برضه استاذ محمود بنشوف بعض الشخصيات اللي مش على ثقافه كبيره او وعي كبير بيحاولوا يخلقوا بعض الازمات، يعملوا شحن ما بين جماهير كبيره لانديه عريقه بشكل كبير. وده مش مطلوب في الحقيقه خلال المرحله الحاليه ولا حتى المرحله المقبله، ودايما مش هيكون مطلوب بكل تاكيد. المطلوب دايما ان الروح الرياضيه هي اللي تسود وان العلاقات تكون. اتمنى ذلك والله. فدور الاعلام مهم. طب لا طبعا الاعلام، اصل هي رساله اعلاميه بالدرجه الاولى يعني برضه. يعني اذا وخلي بالك بس ايه، انه المتابعين خلاص ما عادش يعني لن يتقبلوا استمرار ظاهره التضليل. بالظبط. وانه الناس هتتابع الكويس وهتتابع الشيء الايجابي، مش هتوقف عنه. فاعتقد انه الامور اتمنى ان احنا نعلي من شان مثل هذه اللقاءات، نديها ونطرح ايه الافكار الايجابيه منها، ايه الهدف هو ده. لكن مساله مش عايزين نروح للسلب دايما اللي هو وصلنا لمرحله كانت في غايه الخطور. بالزبط. اعتقد العلاقات هي الاقوى، والكيانات هي التي ستعيش وليس الاشخاص.
تمام. ده كان بخصوص الزيارة الهامة من الكابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري بعد دعوة تم توجيهها من قبل الأستاذ محمد مصلحي رئيس النادي الأهلي عشان يكون متواجد ويزور مقر نادي الاتحاد السكندري، زي ما كان في أيضا دعوة تم توجيهها من قبل المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة للكابتن محمود الخطيب، وتم تلبية هذه الدعوة بالأمس، وكلها أمور مهمة جدا. لكن بما أننا بنتكلم على الرياضة بشكل عام وما ينفعش نغفل إطلاقا إطلاقا المباراة المهمة اللي هتكون كمان ساعة وعشر دقايق ما بين منتخب مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، كيف ترى أهمية هذه المباراة وكيف ترى استعداد المنتخب الوطني لمباراة كينيا النهاردة؟ أهميتها بأن هي دي المباراة ممكن تريحك قبل مباراة جزر القمر اللي هنا اللي هتقام يوم 29 مارس، انك انت تحسم بطاقة التأهل. انت محتاج على الاقل يعني نقطه، مش ثلاث نقاط، لكن ايضا نقطه تاهلك لكن على الاقل يعني الهدف من ده منتخب مصر مطالب انه يقدم مباراه كبيره جدا. كينيا تعاملت معاك نتيجه هنا، تعدت معاك 1-1 هنا في برج العرب، وبامانه شديده قدمت، كانت مفاجاه بالنسبه لنا. اعتقد انه مباراه مهمه جدا. منتخب ما عمل تجمع قصير، ظروف جائحة كورونا، الوقت طبعا غير مناسب، لكن مثل هذه المباراة فرصة انه كابتن حسام بدري برضه بيشوف الفرقة، وكان المنتخب عمل مباراتين مميزتين امام توجو بأمانة شديدة. لاحظنا فيها انه استرد كثير من ايجابياته، استرد كثير من روحه، فاعتقد انه ان شاء الله مباراة النهاردة اللي بعد الساعة بالظبط فرصة كويسة تشوف المنتخب التأهل لكأس الأمم. طبعا احنا يعني تراجعنا بصورة أكبر في السنوات الفاضلة، العودة، الهدف ليس العودة لكأس الأمم فقط، بل العودة لاسترداد العرش الأفريقي الضائع اللي سيطرنا عليه لسنوات. فأعتقد أنه إن شاء الله فرصة مهمة، حتى تشكيلة المنتخب النهاردة هنلقى فيها حاجات برضو، فيها مفاجآت هنتكلم فيها. بس خليني سريعا أروح لزميلتنا العزيزة سلا حامد، ولقاء مهم جدا مع كابتن الجارب نجم طبعا الاتحاد السكندري السابق، ولقاء هنتكلم فيه أو هتكلم فيه سلا في بعض الأمور المهمة. خلينا نشوف سلا هتقول إيه ونشوف اللقاء ونرجع مرة تانية. يلا بينا. برحب بيك طبعا زميلي امير، وطبعا بضيفك في الاستوديو الاستاذ محمود صبري، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وفي تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي اكون دلوقتي معاك يا زميلي امير من داخل نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه. ودلوقتي معايا يعني واحد من نجوم نادي الاتحاد السكندري، الكابتن عبد الفتاح الجارم، طبعا نجم نادي الاتحاد السكندري السابق. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا ومنورين قناه الاهلي وبيبو منور اسكندريه. في البدايه طبعا عايز اتكلم مع حضرتك عن مردود الزياره النهارده، يعني طبعا بعد ما كابتن محمود الخطيب استجاب لدعوه الاستاذ سيد محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري لزياره نادي الاتحاد السكندري. احنا بنعتبرها زياره تاريخيه، لان العلاقه بيننا وبين الكابتن محمود الخطيب قبل ما يبقى رئيس نادي الاتحاد هو زميل ليا من حوالي نقوله 45 سنه بالظبط. فإن هو يجينا نادينا ويشرفنا نيابة طبعا كرئيس نادي الاتحاد النادي الأهلي، شرف لإسكندرية وشرف لنادي الاتحاد إن الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاتحاد الأهلي يجي يشرفنا هنا. ومحمود الخطيب بقى الكابتن النادي الأهلي واللعيب زميلي، فهو بحاجتين. كان منور النهاردة ملحمة حب جميلة. العلاقات بين الاتحاد والأهلي، العلاقات الأندية الجماهيرية دي بتمتد من قبل الكابتن صالح سليم كمان. طول عمر نادي الاتحاد والأهلي إخوات والمصلحة واحدة وبيحبوا بعض والعلاقة طيبة جدا، وزي ما شفتيها كده الحب ده بتاع ربنا. فالبيبو اللي ربنا بيحبه بيحبب في الناس. انت شفتي حضرتك النهاردة ملحمة الحب فعلا، الناس بتحبه. ربنا يبارك فيه ويديله الصحة ويطلع بالأهلي أكتر وأكتر بإذن الله. شفنا كابتن محمود الخطيب النهارده كان بيتكلم عن العلاقه الكبيره والعلاقه التاريخيه اللي ما بين حضرتك والكابتن محمود الخطيب، وكمان يعني كنتوا بتستعيدوا الذكريات مع بعض. تاريخ، يعني انا مواليد 53 وهو 54، وزاملنا بعض في من ايام ثانوي في المنتخب المدارس وبعدين منتخب مصر. العلاقه دي علاقه جميله، يعني الكوره اسره، احنا من الاسره، ما بالك بقى ده متربي معاكي. انا النهارده عندي 67 سنه، انا بقالي نقول 50 سنة أعرف كابتن محمود الخطيب. عشرة جميلة وذكريات جميلة وافتكرنا حاجات حلوة، وربنا يديله الصحة وهو منور اسكندرية.
كنتوا قاعدين جوه يعني بتستعيدوا بقى الذكريات، كنتوا بتحكوا بقى عن الماتشات اللي لعبتوها مع بعض؟ اه اما طلعنا فوق طبعا هو طلبني ان انا اقعد معاه، ده فكرني بحاجات ذكريات بقول لحضرتك واحنا عندنا 20 سنه. هو ما شاء الله ذاكرته حاضره وحاجه ذكاء. الخطيب احسن لعيب في جيلنا، جيل السبعينات. الكابتن محمود الخطيب يعتبر احسن لعيب موهوب في جيلنا، ما بالك بقى الموهبه دي مع اخلاق مع رئيس نادي الاهلي، حاجه ربنا يزيده يا رب. ويعني انا فرحان جدا النهارده بزيارته، لان فعلا يعني انا ما شفتوش بقالي 5-6 سنين. فانا انا اكتر واحد سعاده النهارده في نادي الاتحاد ان انا شفت الكابتن محمود الخطيب ورجعنا ذكرياتنا الحلوه القديمه اللي عمرها ما تتنسى الحمد لله. كابتن عبد الفتاح، يمكن النهارده زياره كابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري بيدل على العلاقه الطيبه والعلاقه القويه طبعا اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري، وبالذات ما بين الكابتن محمود الخطيب والسيد الاستاذ محمد مسلحي طبعا رئيس مجلس اداره النادي. توطيد هي طول عمرها العلاقه بيننا وبين الاهلي من وانا بلعب وانا والجيل اللي قبلي، واسمع ان العلاقه بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي علاقه متينه جدا، بس هي زادت بقى بالحب بوجود احنا بصراحه عندنا رئيس نادي محترم الاستاذ محمد مسلحي، وانا من خلال برنامجكم بشكره ان هو تخفى الكابتن هاني سرور حارس المرمى بتاعنا، جات له يعني هيعمل عمليه قلب مفتوح، فالراجل تكفل بالمصاريف، فانا ببعت له من خلال قناتكم شكر وبقول له متشكر يا استاذ محمد على كل المجهود. لكن هو مش جديد على نادي الاتحاد والاهلي، طول عمر بقول لك طول عمرنا احنا بنحب الاهلي، لكن المنافسه دي بيننا طبعا موجود، لكن الحب والاحترام موجود من قديم من الاربعينات. لكن طبعا بعلاقات بقى الاستاذ محمد وبيبو او الكابتن يعني كابتن محمود الخطيب اكيد بتزيد طبعا، ودي في صالح الكره المصريه والرياضه المصريه، عشان الدنيا بقت في السوشيال ميديا مش حلوه، نحب بعض احسن، محدش هياخد رزق حد ومحدش هياخد مكان. اجتهد وخطط واشتغل زي النادي الاهلي كده هتبقى تالت عالم، مش بالكلام، الكلام ما يجيبش غير المشاكل والتاخير. انا بحيي من خلال حضرتك مجلس اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي على حاجه تشرف، انا بتشرف ان النادي الاهلي ده بيمثل مصر فعلا في افريقيا او في بطوله العالم للانديه. كابتن عبد الفتاح طبعا بشكر حضرتك جدا وانا اتشرفت ان انا اكون مع حضرتك. شكرا شكرا. زميلي امير، ده كان لقائنا طبعا مع واحد من نجوم نادي الاتحاد السكندري الكابتن عبد الفتاح الجارم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا امير طبعا، تفضل. بشكرك يا سلا، شكرا جزيلا. في الحقيقه مراسلتنا المميزه سلا عملت لقاء مهم جدا مع كابتن الجارم، وهو ختم بكلمه مهمه قوي، ان دايما الانجازات ومش بالكلام، بالجهاد وبالتصميم، زي ما الاهلي قدر ان هو يحقق البرونزيه وبخلاف البرونزيه عدد من الالقاب الكبيره على مدار الموسم المنقضي في الحقيقه. لكن كلام مهم من كابتن جارم. لا كابتن جارم تاريخ عنوان، لا احد يعني نجوم الكره المصريه ونادي الاتحاد اللي ما شافوش لعيب لعيب جامد جدا. لا محدش يقدر ينسى الجارم واهدافه، فاعتقد انه برضو شوف انت الكلام بيقول لك فكرني بحاجات ليها مش عارف كم و40 سنه 45 ماشي في اللقاء، هو ده اللي فاضل. والتواصل هو المطلوب. صح والله ما باقي في هذه الايام غير التواصل والعلاقات الجيده. صح مهما يكون منافسه تنتهي النهارده وبكره، وهي دي الرياضه. احنا خدنا الرياضه وديناها في حته تانية خالص، اخرجناها عن اطارها الطبيعي اللي هي المنافسه، وانه عادي يبقى يوم فرح وعيد انك تروح تتمتع نفسك وتشوف حاجه انت خرجنا لاطار ان احنا حولناها الى يعني امور شيء مؤسف. وشارك فيها البعض بقصد وبدون قصد من اجل زي ما بقول لك لقمه العيش اللي عملت لنا مشاكل. فاعتقد انه لا الزياره مهمه جدا، وتبادل الزيارات مع مختلف الانديه هيكون لها اثرها وليها مدلولها ما تشوفوش النهارده، لكن ممكن تشوفه قدام. بالظبط انه اللي قاعد في النادي لما يقول لك لا كذا، لما يصحح لك مفهوم، لما يهديك، لما يعلمك، الناشئ يبقى شايف فلان كان هنا موجود، لازم في التقدير والاحترام، هو ده اللي فاضل. فاعتقد انه مثل هذه الخطوات او المظاهرات الرياضيه هي الابقى والافضل لصالح كره القدم المصريه والرياضه بصفه عامه. العلاقه كمان الطيبه ما بين قدام اللاعبين، يعني شفنا الكابتن الجارم بيتكلم ازاي على الكابتن محمود الخطيب وان هم علاقتهم قويه، بقى لهم 5-6 سنين ما بيشوفوش بعض، لكن في تواصل
وفي حب كبير ما بين اللعيبه القدامى. طيب خلينا سريعا قبل ما نتكلم في الجزئيه دي نروح ونرجع لزميلنا العزيز فاروق صلاح ولقاء اخر هام احد نجوم الاتحاد القدامى. نشوف فاروق نرجع مره ثانيه. يلا بينا. من جديد بجد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من نادي الاتحاد السكندري و زيارة الكابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري وتوطيد العلاقات اللي بتجمع دايما ما بين النادي الاهلي وقلعة نادي الاتحاد السكندري. بينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم كرة القدم في نادي الاتحاد السكندري كابتننا الكبير الكابتن ناصر ابراهيم الحارس التاريخي لنادي الاتحاد. كابتن ناصر برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي، ودايما بنقول الاهلي والاتحاد السكندري بتربطهم علاقات وطيدة على مر العصور. بداية لازم تعرف حاجة بالنسبة للكابتن محمود الخطيب، لما واحد بيبقى معاك في السراء والضراء في حزن بنلاقيه قبل أي حد، في فرح بنلاقيه قبل أي حد، بيشاركنا كل حاجة. وأنت شايف النهاردة عندنا عيد وزمايله كلهم اللي لعبوا قصاده كلهم موجودين، والناس اللي ما لو عارفين فيه تلاقي ناس اللي بقى له 40 سنة و50 سنة ما شافوش جاي لك هنا لغاية شفت اللعيبة عمرك كنت شوف بقالك 30 سنة ما شفتهاش. إحنا كلنا بنحب محمود، ونادي الاتحاد والنادي الاهلي ده كابتن محمود الخطيب مقربنا لبعض جدا، وهو الاستاذ محمد مسلحي اكتر من اخوات. شايف مردود الزياره ازاي؟ يعني انا عارف ان دايما الكابتن الخطيب دائم التواصل معاكم. يعني بعد اذن حضرتك السعاده والفرح اللي في عيون الناس دي كلها ما بتدلش على حاجه. احنا حته كده كاريزما، ده الخطيب ده عنده كاريزما مش موجوده عند حد خالص، ولا في مش افريقيا ولا في العالم. صغير كبير اللي حتى ما حضروش بيحبه. الخطيب ده وضع تاني خالص، ومع بالنسبه لنا احنا ليه مكانه كبيره 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 عندنا، واحنا كلنا بنحب الاستاذ محمد مصلحي في الزياره في المؤتمر قال هو جون واحد بدماغه بس. لكن الماتشات اللي انا لعبتها ضده كانت احسن ماتشات. هقول لك حاجه، اول ماتش ليا ضد النادي الاهلي 2-0 في اسكندريه، والكابتن جارم اللي جابه الجونين، وكان المجموعه ما حصلتش، بس الخطيب ما لعبش الماتش ده، كان طارق الشيخ، كانت مجموعه كويسه. يعني ابرز المواقف اللي تتذكرها للكابتن خطيب وهو لاعب في الملاعب؟ كنا بنلعب في الشاطبي وعمل كوره، والله لو اتشاطت مليون مره هتخش مليون جول، ما اعرفش انا طلعتها ازاي. جالي كده قال لي يا ابني اعمل، انت عملت انا اعمل لك ايه في ايه دي ما تخشش، وجونين اي كلام فوز سكوتي دخلهم بقى ضرب نار، بقى ضرب نار عليا. محمد نصر على طول جايبه على طول جايبه، ما اعرفش في ايه. كابتن الخطيب ده فاكهه ما يتكررش، موهبه، اخلاق، انسان، شخصيه كده تتحب كده، دي كاريزما جميله زي الاستاذ محمد مسلح. الكاريزما بتاعت بص لي العيل اللي عنده 10 سنين ما شافهوش، لكن يشوفه يجري عليه ده ايه؟ يعني اجيال كلها كبير عنده 90 سنه زي 10 سنين كله يجري عليه عايز يتصور معاه، هو ليه كاريزما كده الله يديله ويزيده محبه الناس. ودايما تفضل العلاقات بين الاهلي والاتحاد. احنا اللي متشكرين قوي ومتشكرين لزيارتكم، متشكرين للقناه الجميله اللي انا بتفرج عليها ليل مع نهار، وربنا يكرمكم ويبارك لكم انكم شخصيات، او بنعم على الاصح انتم وانتم موجودين حوالين النادي، للناس اللي ورا الكواليس جمعتوا الناس حوالين منكم وحببتوا الناس، حببتوا الناس في النادي الاهلي اكتر من الناس، لان انتم عملتوا حاجات ورا الكواليس ما حدش شافها الا واحد زيي. فانتم ربنا يبارك لكم وتكونوا في صعود على طول يا رب. شكرك يا كابتن ناصر. العفو حبيبي العفو. ده كان لقانا مع واحد من النجوم التاريخيين لنادي الاتحاد السكندري الحارس القدير الكابتن ناصر ابراهيم. كلام طالع من القلب مش كلام مكتوب في ورق، هو دي الروح وهو ده الكلام اللي طالع من القلوب، كلام يعني بيلامس القلب. نفس الكلام اللي قاله الحاج محمد مصلحي هو نفس الكلام اللي بيقوله لاعبي النادي الاتحاد القدامى. هي دي الرساله، من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح كان معاه لقاء مهم جدا مع كابتن ناصر ابراهيم الحارس التاريخي للاتحاد السكندري. اعتقد حارس كان كبير بس محظوظ ان هو استقبل هدف واحد بس من كابتن خطيب. لا قال حاجه جميله جدا في نهايه كلام، انك يعني انتوا عملتوا حاجه عشان الناس تحب النادي الاهلي. يعني 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 امر مهم جدا انه يطلع الكلام من نجوم كبار زي دول تاريخهم الاجيال، يمكن يعني احنا لحقناهم يمكن كمان في الاخر يعني. فاعتقد لا رسائل مهمه جدا. انا بقول لك انه تظاهره مهمه جدا،
مش هيظهر اثارها دلوقتي، هتشوف اثارها قدام. مهم جدا انك انت تكمل في الموضوع ده، لانه هيكون نتاجه علاقات طيبه واعاده علاقات ربما تاثرت بفعل ظروف او باخرى. فاتمنى ان شاء الله انه كابتن محمود الخطيب مجلس اداره الاهلي يكمل في هذه الخطوه باذن الله. باذن الله. اخيرا واحنا بنختم وبنقفل الملف الخاص بزياره الكابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد، انا عايز من حضرتك عنوان للزياره دي، سواء بتاعه النهارده او بتاعه امبارح لنادي سموحه، ايه العنوان المناسب لخطوه مهمه زي دي؟ العنوان المناسب لخطوه مهمه زي دي؟ انت مش مجهز عنوان زهقتك انا. ها؟ لا دي يعني تقدر تقول عليها يعني ابو الانديه يفتح بابه لاشقائه واحبائه. مرحبا بكم في قلعه الجزيره. اعتقد انه ده رغم انه زياره في الاسكندريه، لكن انا شايفها انه الزياره هتطرد، لكن بيفتح باب للود والعلاقه اللي هي ستبقى، واثرها لن يظهر الان في الاجيال الحاليه، لكن يظهر بعدين انها تستمر وتكمل وتنمى وتضخ فيها دماء ايجابيه للعلاقات، وان المنافسه عليها ان تكون يعني مسارها المستطيل الاخضر والصالات المغلقه، وتنتهي بنهايه التحكيم يهنئ يبتسم المهزوم ويتواضع المنتصر، فوقتها ستعلو وتسمو الاخلاق ونعود كما كنا باذن الله تعالى ان شاء الله. باذن الله. كلها عناوين ورسائل هامه جدا من خلال هذه الزيارات الهامه من الكابتن محمود الخطيب لناديي سموحه والاتحاد على الترتيب، واكيد يعني رسائل هامه لكل جماهير الرياضه المصريه. قبل ما اختم معاك يا استاذ محمود، كنا بنتكلم عن منتخب مصر سريعا، ولازم نتطرق للمنتخب لان خلاص دقائق والمباراه تنطلق، اقل من 60 دقيقه. تشكيل المنتخب: الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع احمد ايمن منصور ظهير ايسر، محمد هاني ظهير ايمن، احمد حجازي والونش كمساكين، قدامهم طارق حامد وحمدي فتحي في نص الملعب، محمد مجدي قفشه كصانع العاب، وطبعا تواجد نجم من نجوم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد في خط الهجوم. رايك؟ والتشكيل المنطقي. المنطقي. تشكيل منطقي رغم ان كل الكلام كان يعني يمكن طبعا احمد ايمن منصور نتيجه اصابه ايمن اشرف طبعا والخوف عليه طبعا كان شيء مهم جدا انه الجهاز الفني يبقى عنده البديل. ايضا كان الكلام كله عن النني انه هيلعب بجوار طارق حامد. النهارده اكيد حسام بدري ليه فكر في دفع بحمدي فتحي، ودي بقى بتبقى وجهه نظر الجهاز الفني وان علينا نحترمها وننتظر. ايضا لكن التشكيله اللي قدام هي دي: صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، ده افضل ثلاثي يقوده خط الهجوم ان شاء الله، ومن خلفهم قفشه. اتمنى ان شاء الله باذن الله مباراه كبيره لمنتخب مصر. حسم بطاقه التاهل في كينيا ليست بالامر المستحيل ولا الصعب، مزيد من التركيز. الناس بتحب منتخب بلدها وعاوزاه تشوف وتعود مره اخرى الانتصارات باذن الله تعالى. بخلاف الهدف الاساسي وهو التاهل، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب النهارده في الماتش بتاع النهارده وماتش جزر القمر؟ لا بالعكس، انك انت خلاص يبقى عندك تشكيل منتخب ثابت، لانك انت مقبل على تصفيات كاس العالم اللي هي الاهم والاخطر كمان في ظروف صعبه جدا على فكره، هتبقى مع ضغط موسم صح متعب على الصعيد المحلي، على الصعيد الافريقي، على الصعيد المباريات الدوليه. يبقى عندك محتاج انك انت يبقى عندك على الاقل 30 لاعب جاهزين، بتبدل منهم، بتحفظ منهم التشكيل والتاني، يعني لما تحط لاعب ما يتاثرش المساله، بيبقى عندك مجموعه كبيره من الجاهزين والنجوم القادرين على التحمل المسؤوليه، بيبقى عندك فرصه ان على طول متواصل ما عندكش مشاكل. لا شك انه الهدف الاساسي ان تعود كره القدم المصريه الى منصات التتويج مره اخرى باذن الله تعالى. باذن الله. اتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، ان شاء الله النهارده يعملوا مباراه كبيره ومهمه ويتاهلوا لكاس الامم الافريقيه. استاذ محمود نورتنا وشرفتنا وكنا سعداء جدا بتواجد حضرتك معاك. ربنا يخليك، التوفيق دايما ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في هذه الفقره وهذه التغطيه الخاصه الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه بخصوص زياره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب للاتحاد السكندري النهارده. هو حدث اليوم بخلاف حدث الامس، وهو زياره الكابتن محمود الخطيب للمهندس فرج عامر ولنادي سموحه بعد توجيه دعوات للكابتن محمود الخطيب من خلال الناديين الكبار. واكيد شفنا كل التفاصيل والكواليس اللي تتعلق بهذه الزيارة، زيارة اليوم تحديدا، واللي ليها أهداف ورسائل وعناوين هامة جدا لكل جماهير الكرة المصرية. دايما نتمنى الود والحب والتواصل والتعاون يكون دائم ما بين الأندية المصرية المختلفة. دي كانت تغطيتنا الخاصة النهاردة لهذا الحدث الهام، انتظرونا في تغطيات أخرى خاصة وهامة جدا تخص نادينا الحبيب النادي الأهلي بإذن الله. إلى اللقاء. في حاجة
سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي اسأل